احنا النهارده معادنا مع اهم شابتر في تصوري اللي هو الجرافيتي. الجرافيتي ده هو بدايه العلم الحديث بلا شك. ولما نيجي نتكلم على الجرافيتي نتكلم على تساؤل كبير قوي كان موجود، والتساؤل ده بيتطور باستمرار لغايه لما يوصل لمرحله يوصلنا ان مجموعه من العلماء ورا بعضهم يقدروا يدونا شكل كامل. قبل ما الناس تفكر تفكير جاد في الجرافيتي هنبص نلاقي ان كلمه حتى معادله ايكويجن ما كانتش موجوده. كلمه ايكويجن ما كانتش حاجه موجوده، انما كانت تقول زي ما كان ارشميدس بيقول ان ده يكافئ ده، ان ده يزيد مع ده، علاقات تناسب طردي والعكس. انما كلمه معادله ورموز وارقام ديت ما كانتش موجوده. جرافيتي بدات من تساؤل البني ادم على الارض اللي احنا فيها ديت شكلها ايه. ده كان اول تساؤل، شكلها ايه. والتساؤل الثاني ايه اللي ماسكها، ودي بينا ايه اللي ماسكها. وطبعا كان اول رد على التساؤل ده انك انت تقول ان الارض ديت فلات منبسطه. ليه؟ لان ده الناس اللي هتشوفه هيبصوا يلاقي انه بيمشي على الارض زي ما احنا بنمشي على الارض بنلاقيها مستوى، واخدين بالنا. وطبعا ده كان كلام منطقي وكلام ممكن يستوعبوه في الوقت ده. وكونها كمان مستويه بياكدوا ايه؟ ان لما بيجي يبص على البحر يلاقيه في النهايه سطح وبيخلص بخط، واخدين بالنا. ولو في الصحراء برضو ينتهي بلاين، واللاين ده هو قال لك ده نهايه الارض. يبقى الفكره الاساسيه اللي الناس قبلتها ان الارض دي منبسطه او فلات، واخدين بالنا. انما اللي كان كمان بيحيرهم هو ازاي بقى بتلف حواليهم الحاجات. الارض منبسطه كان بياكدها كمان ان الناس اللي هي حاولت تعرف فين نهايه الارض بس مشوا بالمراكب بتاعتهم لغايه الخط ده هوت وما رجعوش. يبقى مؤكد وقعوا. ما رجعوش ليه؟ لان هم كل ما بيقربوا منه يلاقوا الخط بيبعد. واخدين بالنا ازاي؟ يعني انت لو في البحر ومشيت قدامه شويه هتلاقي الخط بيبعد، لو رحت في صحراء برضه هتلاقي الخط بيبعد. وبالتالي كان المؤكد عليهم في الوقت ده ان الارض اخيرا بتنتهي الى ايدج، ولو عديته هتقع، والناس ما جاتش عشان هذا السبب، ما رجعت لهمش. فكانت دي تقريبا الفكر السائد في كل المجتمعات والحضارات اللي موجوده، خاصه الحضاره الفرعونيه والاشوريه وحتى اليونانيه القديمه. واخدين بالنا؟ الحاجة الغريبة ان دلوقتي في الوقت الحالي بتاعنا في القرن 21 في ناس بتؤمن ان الارض منبسطة فلات، واخدين بالنا. وفي سوسايتيز، في جمعيات في الغرب، يعني مش هتكلم علينا احنا، جمعيات في الغرب اسمها فلاتند ايرث، واخدين بالنا. وبيقول لك ان كل اللي بيتقال غير كده هو عبارة عن تمثيليات عاملاها الناس، واخدين بالنا. وطبعا الناس اللي بتدعم هذا الرأي عدد كبير جدا، وبيقول لك لو كانت الأرض منبعجة زي ما احنا بنقول يبقى لازم كان سطح البحر يبقى كمان واخد كيرف، ياخد كيرف زي مش واخد كيرف. وفي واحد رحالة مشهور اسمه كوك اللي هو بعد كده أولاده عملوا شركة كوك للسياحة. ده الراجل ده اكتشف أستراليا ونيوزيلندا واكتشف حتت كتيرة. الشخص ده هو بيقول لك انا مشيت لغايه ده اللي قدر يرجع، ورجع لهم انا في الاخر جدا وصلت لحته ما قدرتش اعديها، وبالتالي رجعت. ده موجود في الكلام اللي كتبه، وطبعا كان مقنع جدا للناس في الوقت ده ان الارض فلات، انها هي عباره عن سطح بهذا الشكل. وطبعا بيأكد كده ان الكلام اللي بيتكلم عن النت ده كلام طبعا ما هوش علمي ولكن بيجد صدى، لانه بيقول لك كل الفبركة، يعني جماعه الروس اثبتوا ان ما فيش ولا رائد فضاء راح لسطح القمر، وعندهم ادله لكده، منها ان الرايه الامريكيه اللي كان حاططها على سطح القمر كانت بتتحرك وتهتز بالرغم
ان مفيش هواء فوق ومفيش رياح. والحاجة التانية كمان الظل بتاع رائد الفضاء، اكتشفوا ان الظل ده هو مش مظبوط، يمشيش على اتجاه الشمس، واخدين بالنا. والحاجة التالتة كمان ان رائد الفضاء في احد لقطتين مختلفتين لابس لبسين مختلفين. ففي حاجات كتيرة بيشككوا، الروس بيشكك ان في حد راح، انما راح لسطح القمر وقعد فيه. اقول لك دي كلها حاجات من افعال استوديوهات هوليوود، واخدين بالنا. ممكن ما يكونش في حد راح، ممكن الامريكان، لان الامريكان في الوقت ده كان في الرئيس بتاعهم اقسم انه لازم يروح القمر في 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 مدى سنه، وقال للعلماء بتوعه لازم تبعتوا لي حد، لان كان عايز يرد على الروس اللي هم طلعوا اقمار صناعيه حوالين الارض لاول مره، فكان عايز يقول لهم احنا الاقوى واحنا هنروح للقمر، انتوا لفيتوا حوالين الارض بس احنا هنروح للقمر. فكان في صراع في الوقت ده يبرر النظريه بتاعه الروس، ولكن لا يبرر ان الارض فلات، لا يبرر اطلاقا ان الارض فلات. طيب ده السؤال الاولاني اللي الناس ردت عليه، ان الارض منبسطه بهذا الشكل. وفضل السؤال الثاني، يا ترى ايه اللي شايل الارض؟ ايه الارض دي معلقه ازاي؟ فكان برضو لازم يبقى في اجابات. الاجابات ان اللي شايل الارض ده طبعا عند الهنود قالوا في العملاق شايلها، عند الجماعه اليونانيين قالوا ثور عملاق شايلها، واخدين بالنا ازاي؟ والاثنين يؤدوا لنفس الحاجه وبيفسروا حاجات كتير. مثلا الزلازل، يبقى الفيل بيريح، مش كده ولا ايه؟ بيريح شويه، واخدين بالنا. معقول الرياح، الفيل بينفق في الارض اللي شايلها، واخدين بالنا ازاي؟ البراكين زي ما انتوا فهمتوا كده، واخدين بالنا ازاي؟ وبالتالي كان تفسير مقبول جدا ان الارض ديت شايلها احد الحيوانات. طبعا انت بتفكر في الفتره ديت ما كانش في معنى ايه يعني ايه قوه، ولا يعني ايه قانون جاذبيه، ولا حتى قانون كهربيه، ولا اي حاجه. فبالتالي فضل الاحساس ده سائد لمده كبيره جدا، ان الارض لازم يكون شايله حاجه، حيوان ضخم جدا، وكمان ان الارض ديت منبسطه. ولكن في واحد عالم سكندري، هو يوناني بس كان متربي في مدرسة اسكندرية، أثبت لهم أن الأرض لازم تكون كرة، أثبتها لهم بطريقة بسيطة جدا. قال لو الأرض منبسطة بهذا الشكل، وخدت مدينتين، وهو فعلا أخذ اسكندرية وأخذ أسوان، وقال لو الشمس كانت في لحظة من اللحظات نزلة عمودية، يبقى في نفس اللحظة العصيان دي مش هيبقى لها ظل، مش كده ولا ايه؟ ولكن لو كانت الأرض واخدة كيرف بهذا الشكل كروية، وآدي العصاية في اسكندرية وآدي العصاية في أسوان، يبقى وجت نزلت أشعة الشمس في لحظة معينة على الاثنين، إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ اسكندرية مش هيبقى فيه ظل، واخدين بالنا؟ إنما العصاية التانية هيبقى لها ظل، مش كده ولا إيه؟ وبالتالي لما بعت أحد تلامذته لأسوان ورصدوا الشمس وهي نازلة عموديا على اسكندرية وعلى أسوان في نفس الوقت، بص لا العصاية ليها ظل، فقال له اسهولي. فلما قاسوا قدر كمان بحبة جيومتري يقيس الزاوية دي من القوس ده، وبالتالي يقدر يقيس نص قطر الأرض، واخدين بالنا؟ وبالتالي أثبت بلا شك إن الأرض كرة وليست مستوى مسطح. كلام جميل. الأهم من كده إن الناس ديت لو في الأول كانت بصت على القمر كانت هتلاقيه دايرة، لو بصت على تغير شكل القمر لأن بيجي عليه ظل الشمس هتلاقيه بيتراوح ما بين
هلال وبعدين فول مون وبعدين يقل تاني وبعدين يرجع مرة تانية. فمعنى كده ظل الشمس عليه عامله كيرف وهو نفسه عامل كيرف. انما في الوقت ده كانت الوسائل بسيطة جدا وبالتالي ما كانش حد بيفكر بالطريقة دي. اذا خلاص حلينا الجزء الاولاني ان الارض سفير، ولكن هذا الاعتقاد اخذ وقت كتير لغايه لما استقر الاذان. الحاجه الثانيه اللي بدأوا يفكروا فيها ايه علاقتنا بالشمس والنجوم والكواكب اللي حوالينا. وده طبعا ده كان سؤال محير الدنيا جدا، وخاصة ان هم كانوا بياخدوا النجوم ديت ويهتدوا بيها. يعني بيجي يشوف النجم مثلا معين ويقول النجم ده بيطلع بالليل في زاوية معينة، وبالتالي لو مشيت في اتجاهه هتوصل للبلد اللي انت عايزها. طبعا كان في مشاكل في كده لان الصبح ما فيش نجوم، فانت هتستنى لغاية لما يجي الليل وتبص عليه. والشمس دي كانت حاجة مهمة جدا. الشمس ديت ايه هي؟ هي اللي بتدور حوالينا، مش كده ولا ايه؟ يعني انت بتبص تلاقيها بتشرق وبتغرب، بتشوفها قدام عينيك وهي بتلف السماء وتغرب. يبقى مين اللي بيدور حوالين مين؟ اكيد الشمس بتدور حوالين الارض. واخد بالنا؟ ودي كانت احد الافكار بتاعت اليونانيين، ولكن تحولت الى عقيده. العقيدة ان احنا مقر الكون وكل الشمس وكل الدنيا بتلف حوالينا. واخد بالك ازاي؟ وخاصة ان في احد اسفار العهد القديم في نبي اسمه يوشع كان بيخش معركة، وخلي بالكوا بر زمان كانت المعارك بس لغاية الغروب. بعد الغروب المتقاتلين يقفوا يستريحوا لان هيحاربوا ازاي في الظلمة. واخد بالنا؟ وده كان اتفاق عام. يقفهم يستريحهم ولما يقوموا الصبح يبدأوا تاني يحاربوا. ده كان الموجود. هذا النبي كان في معركة وعلى وشك ان هو يغلب، بس الشمس بدأت تغرب. واخد بالنا؟ فقال لها يا شمس اقف في مكانك، فوقفت الشمس لغاية لما كمل المعركة. ده موجود في احد اسفار العهد القديم. المشكلة ان الكنيسة خدت هذا الكلام واعتبرته عقيدة دينية ان الشمس هي اللي بتدور حوالينا. وهياخد مننا اكتر من 1600 سنة لغاية لما يجي الناس بترصد بقى النجوم والكواكب ووجدوا فيه حاجة مشكلة. طيب لو احنا مركز الكون ماشي والشمس بتلف حوالينا، لما اجي ارصد المريخ مفروض يلف هو كمان حوالينا، ما بيلفش حوالينا. واخدين بالنا ازاي؟ بياخد مسار تاني مختلف. وبالتالي بدأوا يفكروا هل يمكن ان الكلام ده يكون مختلف؟ اول واحد اقترح ده كان واحد بولندي اسمه كوبرانكس. كوبرانكس ده في القرن الستاشر، احنا دلوقتي في القرن الواحد وعشرين، القرن الستاشر. قال انا عندي احتمال فكرة واحتمال، وعادة كان الناس بقى لما تحبش تصطدم بالكنيسة وقتها فكان يقول لك ايه كل الحوار ده احتمالات. فقال احتمال ان الشمس هي اللي بتلف حوالينا. واخدين بالنا؟ طبعا بس حد سأل في الكلام ده وعدى وقته وتوفى، وجاء واحد تاني قعد يرصد 770 نجم وكوكب ليل نهار يرصده. 770 نجم وكوكب، عدد كبير جدا. ولو تعرفوا ان الرصد ده كان بيتم بالعين المجردة تشوف الناس ديت كانت بتتعب ازاي. ورصدهم وعمل لهم جداول، يوم كذا بيطلع كذا، يوم كذا بيمشي زاوية كذا وهكذا. بس لقى قدامه ظاهرة غريبة، مش مجرد المريخ اللي ماشي في مسار ما يمشيش مع النظرية، لا ده في كواكب تانية بتتبع خط سير كبير قوي مختلف عن التصور بتاعنا. ده كان اسمه براها. وبراها ده ما قدرش يعبر عن الكلام ده كله لغاية لما جاه واحد اسمه جاليليو جاليلي. ايه جاليليو جاليلي؟ جاليليو جاليلي ده جاه واخترع التلسكوب، ولما اخترع التلسكوب بقى يشوف نجوم وكواكب اكتر. وهو بيشوفهم لقى الظاهرة لا ما تمشيش، ان احنا مركز الكون، احنا مش مركز الكون، لازم الشمس هي اللي
اللي ثابته واحنا اللي بنلف حواليها، مش احنا وبس والمريخ و و و الى اخره، واخدين بالنا؟ ف عمل بقى كتاب في كده، والكتاب ده عمله بقى بطريقه المبني للمجهول علشان برضو ما يصطدمش بحد، عمله بالمجني المجهول. يعني يقول ايه؟ محمد قال لي عويس ايه رايك لو كانت الشمس هي الثابته واحنا اللي متحرك عليها؟ عويس قال له ايه راي ايه شواهد بتاعتك؟ فقال له كذا وكذا وكذا، يعني انا ماليش دعوه بالموضوع، واخدين بالنا؟ بس اتقفش اتقفش. وصل دلوقتي لحوالي اصبح عنده حوالي 70 سنه من الملاحظه الرؤيه المستدره، طبعا تلسكوب بيوري له مدى اوسع كتير. فجم في الفاتيكان ارم هذا الكتاب ولم يقعدوا عنه، استدعوه من هو في بلد اسمها فينيسيا، واستدعوه لروما وقالوا له تعالى انت بتقول كده، بص بقى الكلام ده كفر وهرطقه، الشمس هي اللي ثابته، ده كلام فارغ، ده احنا المركز الكون والبقيت بيلف حوالينا، وانت كده بتخبط في العهد القديم والعهد الجديد، وقدامك حاجتين، يا اما تقول ان الكلام اللي بتقوله ده وساوس شيطانيه ومش هتقوله تاني وتكذبه تماما، يا اما هنتصرف فيك بطريقه او باخرى، عليك الاختيار، يا اما تتحط تتحرق هنحرقك او نحطك على الخازوق. دول الحلين اللي عندنا. طبعا انه يتحرق ما كانتش فكره مناسبه قوي، ان يتحط على الخازوق برده مش ظريفه. فالراجل قال لهم طيب انا هكتب وثيقه اقول لكم فيها ان انا غلطان 100%، وفعلا كتبها وموجوده في الفاتيكان لغايه دلوقتي، هي الوثيقه اللي يتنازل فيها وقال الشيطان وزني وانا للاسف سمعت كلامه، وبالتالي قالوا لي طيب خلاص كده بقى تروح تقعد في بيتكم ولا تقابل حد ولا تعمل تلاميذ ولا الكلام ده لغايه لما تقضي نحبك، يعني كان حطوه في عزل انفرادي، واخد بالنا؟ وفيما يقال ان هو بعد ما عمل الاعتراف وكتب الوثيقه هو طالع كده قال في سره، ناس سمعته وبلغت، قال بس هي احنا بندور حوالين الشمس لوحده كده عشان بس ايه يخفف عنه الضغط النفسي، واخد بالنا؟ هتعدي ايام هتعدي سنين والكنيسه ينفصل عنها الجزء البروتستانتي في المانيا، وهيجي عالم اسمه كيبلر، وكيبلر ده هو حط الثلاث قوانين بتوع حركه الكون، منها اصبح عنده حريه انه يقول لا الشمس هي اللي ثابته واحنا اللي بنلف حواليها، وايه كمان؟ وبنلف حواليها في قطع ناقص في ما يسمى اليبس او بيضاوي، شكل بيضاوي، واخدين بالنا؟ وايه كمان؟ قال لك كمان وهي بتمشي كده بتمسح مسافات متساويه في ازمنه متساويه. وايه كمان؟ قال البريودك تايم اللي بتلف بيه يتناسب مع الراديوس بتاعها. واخدين بالنا؟ طبعا كل ده بالملاحظه، واخدين بالنا؟ وطبعا ملاحظه بالعين المجرده وبالتلسكوب، بس ملاحظه مرهقه جدا، واخدين بالنا؟ كيبلر بقى لما حط القوانين بتاعته ديت كان وصل لمرحله ان هو ما حدش هيجي جنبه، واخدين بالنا؟ ما حدش هيجي جنبه، وبالتالي نقدر نقول ان هو حط لنا الثلاث قوانين هي اللي هتبدا بدايه العلم الجديد، واخدين بالنا؟ بداية العلم اللي هو هيبني عليها نيوتن دلوقتي قوانين بتاعته، واحنا بعد كده من قوانين نيوتن هنعمل كل شيء بيتحرك لغاية دلوقتي، من العربية للقطر للطيارة للصاروخ للساتلايت، كلها بتتبع قوانين نيوتن. قوانين نيوتن بعد شوية هيجي لنا اينشتاين وهيدينا تحذير ويقول لنا قوانين نيوتن كويسة بس في الأجسام الكبيرة والسرعات الواطية، إنما لو جسم ضئيل والسرعة بتقرب من سرعة الضوء انسوا نيوتن. نيوتن مش غلط ولكن تقريبي، واخدين بالنا؟ تقريبي ينفع، يعني لما قوانين يقول نيوتن تقول لك لو جبت طلقة مدفع وميلتها بزاوية معينة وأطلقتها بسرعة معينة بقوانين نيوتن اقول لك بالظبط هتنزل فين على بعد كام كيلو، واخدين بالنا ازاي؟
أينشتاين حيقول لو جبت إلكترون وأوجهته بنفس الزاوية وأطلقته بنفس السرعة لا حينزل بس الفرق بينهم. يعني لو كان نيوتن بيقول 10 كيلومتر أينشتاين هيقول 10 كيلومتر و3 ملي. بس إحنا بقى مهندسين بنفاوت الحاجات دي، فعشرة كيلومتر ماشي واخدين بالنا. عشان كده قوانين نيوتن لسه موجودة معانا. ولكن لو انت بقى هتاخد الستيب التانية اللي انتوا هتاخدوها بقى ان شاء الله في سنة اولى لما نيجي ندرس بقى المودرن فيزيكس ونبدأ بالريلاتيفيتي ونبدأ بأينشتاين والقوانين والكوانتم والكلام ده، هتعرفهم ان هذه القوانين ما هياش صالحة للكتل الصغيرة والسرعات الصغيرة، انما هي احسن قوانين تتكلم على السرعات الكبيرة والكتل الضئيلة. واضح الكلام ده؟ فاذا نقدر نقول ان التطور اللي عمله بقى كوبرانكس وجاليلي وكيبلر كلهم ادوا الى اينشتاين، اي الى نيوتن، ونيوتن هو نفسه اللي هيؤدي الى اينشتاين. هل في جديد بعد كده؟ هتلاقي ان هو هيحب يعملوا صورة كاملة لكل القوة والطاقات اللي في الكون ويعملوا قانون موحد للكون كله، وهذا السعي ما زال قائم حتى الان. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا نقدر نقول بداية العلم بمعناه الحقيقي إكويجن وتطبيقات بدأت بالفلك. واخدين بالنا بالك بدأت بالملاحظة في الفلك. واخدين بالنا قوانين كيبلر نقدر نلخصها في ثلاث قوانين. القانون الاولاني بيقول لي ان الارض بتدور حوالين الشمس، خدوا بالكم التاكيد، في مسار إليبتيكال. اثنين، بتمسح مساحات ثابته في ازمنه ثابته. ثلاثه، ان الزمن الدوري بتاع لفه كامله يتناسب مع الافريج راديوس سكوير. فهنكتب نفس القوانين ديت لان ديت اهم قوانين عندنا، ودي نقطة البداية بتاعي. وبالتالي أول حاجة كيبلر سلو. واحد، Earth moves around the sun in elliptical اوربت. والكلام ده بهذا الشكل، ادي الصن في حتة وادي الارث في حتة تانية والارض بتلف حواليها. ده اول مبدأ عندنا. تاني مبدأ، تاني قانون بيقول لي The radial line sweeps يعني بيمسح sweeps the equal areas in equal times. يعني معناه ايه؟ واحنا بنلف كده وادي السن موجوده في احد بؤرتين الاليبس، الخط الراديال اللي واصل ما بين الارض والشمس من الارض وهي ماشيه في زمن تي، فهيعمل اريا ايه؟ الخط الواصل الاريا اللي هيعملها الراديال لاين ده هيعمل اريا ايه؟ فبيقول لي ان المساحه دي الاريا لو قسمتها مع الزمن هتلاقيها بتساوي كونس. ثالث حاجه، ثالث قانون لكيبلر بيقول لي the square of the periodic time. The square of the periodic time. Time اللي هنسميه تي سكوير is proportional to the average
radial distance cube. كيوب يعني أس 3، يعني بيقول لي تي سكوير بتتناسب مع ار تو ذا باور 3، وقال لي بقى ان تي سكوير بتساوي كونستنت في تي تو ذا باور في ار تو ذا باور 3، والكونستنت ده قدر يحسبه فبنسميه كي او سي كيبلر، ثابت كيبلر، وقاسه فار كيوب. يبقى حط لي ثلاث قوانين. القانون الاول قال لي ان الارض بتلف حوالين الشمس وليس العكس، وانسوا بقى الحكايه القديمه. اثنين قال لي ان اثناء دوران الارض حوالين الشمس الراديال ديستنس بتمسح مساحات ثابته في ازمنه ثابته. وده معناها ايه؟ معناها انها لما تقرب من الشمس، احنا مش على مسافه ثابته مع الشمس، ما هو السيركلر، ولكن المسافه هنا بتتغير. فخد بالك لما الارض تبقى هنا وبتلف كده، يبقى لازم المساحه دي تزيد ولا تقل؟ لما ناخد هنا في النقطه دي مساحه هتبقى ايه؟ ها؟ لازم يزود المساحة علشان يحافظ على النسبة، مش النسبة هنا ثابتة، يبقى هنا هتتسارع الأرض، هتمشي بسرعة أكتر، وهتلاقي النهار بيقصر والليل بيطول، واخدين بالنا إزاي؟ وبالتالي بدأ كمان يفصل لنا اختلاف الفصول وليه في شتاء وفي صيف، مش كده بس، ليه النهار بيبقى طويل في فصل معين والشتاء بيبقى طويل في فصل آخر، واخدين بالنا؟ ديت هي القوانين الثلاثة، وخدوا بالكم ان هذه القوانين هي الاساس بتاعنا. طبعا كلها قوانين بالملاحظة بالمراقبة لحركة الارض حوالين الشمس، كونوا يحولها الى قوانين ديت حاجة منتهشة جدا، وكونوا بقى ما لهاش تفسير ده منطقي، لغاية لما جاء مستر نيوتن، دي بالنا لغاية لما جاء مستر نيوتن. البند الثالث اللي عندنا بيقول لك البريودك تايم بتاع اللفه الكامله وانا بلف كده بيتناسب مع متوسط نص القطر ار اللي هو ده الافريج بتاعه، واخدين بالنا؟ في الحقيقه لما الارض بتلف حوالين الشمس بتلف حوالين الشمس في اليبس بهذا الشكل، ولكن المسافه الطوليه والعرضيه الفرق بينهم قليل، فاحنا ممكن نعتبره شبه دائره ولكن ليس دائره، واخدين بالنا؟ وده اللي هيعمله نيوتن. نيوتن اصلا ما كانش ليه في اللعبه دي خالص، ما كانش مهتم بالفلك، انما انشغاله الاصلي كان بالظاهره الضوئيه، وهو اللي اقترح ان الضوء الابيض ده عباره عن خليط من الالوان اللي هي الوان ما بين الاحمر لغايه البنفسجي. وطبعا كانوا ناس فاكره ان الابيض ده لون والاحمر لون والازرق لون، قال لهم لا، الابيض ده هو خليط هذه الاطوال الموجيه المختلفه. وعمل لهم تجربتين، التجربه الاولانيه جاب لهم منشور بريزم وعدى الضوء الابيض وشافوا في الناحيه الثانيه لقيت حل لكل الالوان اللي هي من الاحمر للبنفسجي. وعمل لهم تجربة أهم من كده، جاب قرص ولونه، قطعه سيكشنز كده وكل سيكشن لونه بلون، واخدين بالنا؟ وراح واخد القرص ده ولفه بسرعة فإذا بيه يشوف قدامه اللون الأبيض، واخدين بالنا إزاي؟ فهو أصلا كان راجل بتاع أوبتيك، بتاع ضوء والانعكاس والانكسار والكلام ده كله. إنما وهو بيشتغل، هو كان رياضي كبير، هو اللي اخترع التفاضل والتكامل، خلي بالكم، فلما تحبوا تدعوا على حد هو ده الشخص اللي بتدعوا عليه، لان هو عمل التفاضل والتكامل. انما اهم من كده، هو اللي اكتشف ان في قوة غريبة مش ناتجة من شد حاجة ولا محتاج. القوة دي تنتج من الكيرفيتشر، من الانحناء. واخدين بالنا؟ ويمكن قلت لكم قبل كده انك لو ماشي بعربيه وتيجي تخش في طريق عمودي على الحركه بتاعتك وبتخش بسرعه بتلص، تلاقي في قوه بتاثر عليك،
واخدين بالنا؟ قوة غريبة، محدش بيشدك، ما هياش جاذبية، ما هياش قوة كولوم بتاعت التشارلز ولا حاجة. طب هو اكتشفها ازاي؟ اكتشفها بجيومتري بسيط. قال لك الآتي، لو انت بتتحرك بكيرف بهذا الشكل وانت ماشي بسرعة بي، وبعدين في النقطة دي بقيت في بلس دي في، يبقى انت كنت ماشي بسرعة بي ودخلت في الكيرف، المسافة ديت كانت ار، المسافة ديت هتبقى ار بلس دي ار. قال لك في مثلثين متشابهين، لان الزاوية دي هي الزاوية دي، مش كده ولا ايه؟ الزاوية دي هي الزاوية التانية. طالما ان هما متشابهين يبقى في تناسب بينهم، يعني نقدر نقول انك انت عندك مثلث ده فيه في وده في بلس دي في، ودي الزاوية، يعني عندك ار وعندك ار بلس دي ار، ودي الزاوية نفسها، فلو دي سيتا هي دي نفسها سيتا. قالك من التشابه ده نقدر نقول على الكلام ده ايه؟ نقدر نقول v بلس دي في مقسومة على v تساوي r بلس دي r مقسومة على r. كلام جميل بسيط مش كده وبس؟ يبقى 1 بلس دي في على v يساوي 1 بلس دي r على r، كلام احسن. اذا دي في على v بس تساوي دي r على r، كويس. وبعدين قال لك اقسم بقى الكلام ده على الزمن، اذا دي في على دي تي في في هنا تساوي دي ار على دي تي في ار، كلام جميل. بس دي في باي دي تي هي العجله، وبالتالي ودي ار باي دي تي هي السرعه، يبقى دي في على الاريا او العجله على الفيلوسيتي هتساوي دي ار باي دي تي تساوي في على ار. اذا في عجله هنا عباره عن في سكوير على ار. في سكوير على ار دي هي العجله المركزيه، ولازم بدل في عجله يبقى لازم في قوه، يبقى في قوه بتساوي ام في العجله تساوي ام في سكوير على ار. يبقى خدوا بالكم معايا ازاي وصل للقانون الجذب العام ووصل لقوانين كتيره مهمه. هو قال لك اي حركه في كيرف هتولد قوه من اللا شيء، هذه القوه عموديه على الحركه مش كده وبس، وقدر يجيب قيمتها. الشغل كله شغل جيومتري، عمل شغل جيومتري وقال لك الكيرفيتشر هيولد فرق في العجلة وفرق في الريديس، وبالتالي وصل للقانون ده، وهو قانون مهم جدا. وقال لك إذا في قوة اسمها القوة السنتريبيوتال، القوة المركزية، وعكسها رد الفعل بتاعها هو القوة السنتريفيوجن اللي هي رد الفعل على هذه القوة. كلام مهم، كلام جميل، كلام ما كانش حد بيتوقعه. طبعا القوة دي بقى نتيجة لهذا كيرفيتشر، القوة دي هتحاول تسحبك للسنتر، دي اف سنتريبيوتال، وبالتالي رد الفعل هيبقى القوة اللي احنا هنسميها اف سنتريفيوجل. يبقى انت عندك سنتريبيوتال وسنتريفيوجل، القوتين دول، واخدين بالنا؟ وده هتلاحظه انت داخل بالعربية بكيرف وقدامك علبة المناديل على التابلول قدامك، ساعة لما تخش في هذا الكيرف هتبص تلاقي فيه قوة وتلاقي علبة المناديل مشت في الاتجاه العكسي وانت كمان عليك قوة كده. وطبعا الناس اللي هتخش مدني وهيتخصصوا طرق وكباري هيعرفوا ان اخطر حاجة بتواجهنا هو في تصميم طريق معين هو الكيرفيتشر. هو الكيرفيتشر ليه بقى؟ لان في الكيرفيتشر احيانا بتضطر لكده وانت بتعمل طريق. طريق بيطلع جبل يبقى لازم فيه كيرفيتشرز كتيرة. طريق طبعا انت هيكون هدفك انك الطريق يبقى ستريت، لان طالما الطريق ستريت يبقى الكيرفيتشر بتاعته قد ايه؟ حد يقول لي الخط المستقيم ها؟ ما لا نهايه. الخط المستقيم هو كيرف بس ار بتاعته ما لا نهايه، وبالتالي تقسم على ما لا نهايه يديلك زيرو، واخدين بالنا؟ مفيش مشكله طول ما انت ماشي ستريت.
وانس بتخش في كيرف لا ده هنا عندي مشكلة. وخد بالك لو انا عندي كيرف الطريق بتاعي بهذا الشكل وادي عربية داخلة اهي، اول ما هتخش في الكيرف طبعا الريديوس اوف كيرفيتشر بتاعه هو ده، اول ما هتخش في كيرف هتبص تلاقي نفسها عرضة للسنترفيوجال فورس اللي هي ام في سكوير على ار اللي ناتجة كرد فعل من السنتريبيوت. تعال بقى معايا نحسب هذه القوة. كتلة العربية في المتوسط 1 طن يعني 1000، السرعة اللي داخل بيها نقول مثلا 120، يبقى هتقول هنا دي هتساوي 1/10 في 120، بس لازم احولها الى متر سكند، 120 ده كيلو متر اور مش كده، فلازم الكيلومتر يبقى 1000 على 3600. بس خد بالك ده كله سكوير مقسوم على ار، هقول ار دي 10 يعني كيرفيتشر بتاع الشيء المنحنى ده 10. طيب القوة ديت بتعتمد على الفيلوسيتي سكوير، واخدي بالنا ازاي؟ وبالتالي هتبص تلاقي نفسك لو انت داخل ب 120 كيلومتر في هذه الظروف هتبص تلاقي نفسك كانك عليه قوة اللي هي بتبقى موجودة على واحد بيقع من الدور العاشر. قوة رهيبة تسحب العربية في الاتجاه، واخدي بالنا تسحبه في الاتجاه وتسحب كل اللي جوه سواء واللي راكبين كلهم هيلاقوا نفسهم تحت تاثير هذه القوه. واخدين بالنا ازاي؟ فهي مش العبره بقى انت ماشي والشارع فاضي ومفيش رادار ومفيش بوليس وكله رايق، انت دخلت بقى فاتح سرعتك على الاخر ورحت داخل على الكيرفيتشر هتلاقي نفسك تحت تاثير هذه القوه. خطورتها ايه بقى؟ ان الرياكشن الطبيعي اللي مش مظبوط لاي واحد بيسوق انه يضرب فرامل نشيله ولا ايه؟ بس هو اللي عامل تصميم العربيه عامل ان الفرامل تدي قوه في اتجاه محور العربيه، فبالتالي الفرامل الجامده اللي انت هتديها هتدي لك قوه كده في المحور. تكون انت عملت ايه حضرتك؟ حطيت قوتين، قوه السنتريفيوتر ودلوقتي عليها حطيت قوه الفرامل، هتكون النتيجه ايه؟ ان العربيه تتقلب. واخدين بالنا ان العربيه تتقلب، الفرامل ما هياش الحل، واسوأ حاجه ان واحد يضرب فرامل في ظروف زي دي. طيب علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ لو انت مهندس طرق يبقى تحاول تخلي الكيرفيتشر ده اكبر ما يمكن ولا اقل ما يمكن؟ اكبر ما يمكن مش كده ولا ايه؟ لان لو كان ستريت لاين ار دي تبقى انفينيتي، فما واحد على اي حاجه على انفينيتي بزيرو مش كده؟ وبعد كده العلاج الوحيد طبعا ما تقدرش تعمل حاجه في كتله العربيه، ولكن لو كان ده نص نقل ومع المقطوره بتاعته وداخل بالطريقه دي انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على كتله ضخمه جدا، ولو داخل بنفس السرعه يبقى القوه هتكون كافيه ان هي تقلبه وتقلب المقطوره بتاعته. واخدين بالنا؟ الكتله ما اقدرش اعمل فيها حاجه، انما بيتحسب على اساس الكتله المتوسطه العربيه الملاكي. في هي الاساس، في هي الاساس، لازم السرعه تقل، لازم، واخدين بالنا؟ وبالتالي هتبص تلاقي الوسائل بره في المرور اللي بره قبل ما تخش في كيرفيتشر قبلها يعمل لك علامه بيقول لك ايه؟ هدي السرعه ونزلها ل 80، نزلها ل 60، نزلها ل 40، هتخش وانت مستريح. واخدين بالنا ازاي؟ احنا برضو عندنا حلول للحاجات دي، كيرفيتشر بتشوفوها باستمرار. بيقول لك كل الاشارات دي بس بعد المنحنى. يعني يقول لك منحنى خطر. وليهم فلسفه في كده. ايه الفلسفه؟ انك اوريدي العربيه اتقلبت وانت دلوقتي اتقلبت وبتبص هتقدر تقرا، عندك وقت تقرا. واخدين بالنا؟ انما لو انت داخل بسرعه رهيبه هتقرا ازاي؟ واخدين بالنا؟ او حل تاني اكثر أهمية، مش هحط حاجة ورا، إنما هحط قبل المطب مباشرة المنحنى هروح حاطط مطب ارتفاعه بتاع 2 متر كده. أكيد مش هتخش المنحنى بسرعة كبيرة، واخدين بالنا؟ هتخبط في المطب هتطلع فوق وتنزل تتهبط وبالتالي يا دوبك هتبقى في السرعة المقررة. حل جذري، واخدين بالنا؟ حل ملوش حل. واخدين بالنا؟
في كلتا الحالتين خدوا بالكم الخطورة كلها في ان الناس تخش بسرعات رهيبة في منحنيات، وده طبعا لان هم ما درسوش السنتريفيوجال فورس، وبالتالي فاكر ان الطريق فاضي ومفيش رادار وفي الليل ورايق، هو يقدر يخش بالسرعة بتاعته في اي حتة. واخد بالك؟ طيب انا هنا بأكد على قانون مهم، هو قانون مستر نيوتن. مستر نيوتن قال لك ان في قوة هي بتساوي ام في في سكوير على ار، وطالما انك انت داخل في كيرفيتشر يبقى ام في بتساوي اوميجا ار، اوميجا ار سكوير على ار، واوميجا بتساوي ايه؟ 4 باي على تي، 2 باي على تي مش كده؟ يبقى اوميجا سكوير 4 باي سكوير على تي سكوير، وعندي هنا الكتلة ام، فيبقى عندك هنا كمان ار سكوير على ار. قال لك يبقى هتبقى 4 باي سكوير ام في ار على تي سكوير. ودي بالنا ووقف عند كده، وبعدين رجع لقانون كابلر ولقى التي سكوير دي عنده، لقى كلمة تي سكوير دي عنده، وقال لك الله هنا بقى هتبقى حتة بقى اجتهاد وعبقرية وفبركة. واخدين بالنا؟ والفبركة دي هتلاقوها كتير في النظريات العلمية. فبركة بمعنى ايه؟ فبركة بمعنى ان انا ادي لك مسألة امتحان وادي لك الاجابة كده، ودي بتحصل كتير. لو انا اعطيت لك الاجابة بتاعت مسألة بتعمل لي عجب، تعمل اي كلام عك في النص وتطلع لي النتيجة صح. واخدين بالنا ازاي؟ هما بيعملوا كده برضو، هو عنده نتيجة في ايده وعنده تفكير واجتهاد. طبعا الناس اللي هم ربنا عطيهم موهبة عبقرية بيمشوا صح، واخدين بالنا؟ انما في معظم الاحوال حتى في المودرن فيزيكس والكوانتم هتلاقي الناس بتوفق حاجات، حاجة عملية بتفكير بتاعه. هو قال ايه؟ طب انا عندي تي سكوير اهي اللي قالها عليها مستر كيبلر، وبالتالي لو انا دلوقتي لو انا افترضت ان القوة ديت كمان القوة ديت اف عبارة عن جي ثابت جديد ام في ام على ار سكوير، الكتلتين ام وام يعني كتلة الشمس وكتلة الارض على ار سكوير، وبالتالي هيبقى عندي الاتي. يبقى تي سكوير بتساوي ايه؟ تي سكوير تساوي ايه؟ شيل الام مع الام هنا، انا هجيب تي سكوير هتساوي 4 باي سكوير على جي ام في ار تكعيب. الله، ده لو وصلت لقانون كيبلر، مش ده قانون كيبلر بيقول لي ار تي سكوير بتتناسب مع ار كيوب؟ وبالتالي قال اذا الكتل بتتجاذب، اذا الكتل بتتجاذب. وهو دلوقتي هنا عنده الثابت اللي كان حسبه مين؟ حسبه كيبلر. فانا عندي ثابت، وبالتالي اظبط ايه بقى هنا الثابت بتاع الجي ده علشان يجيب الثابت بتاع كيبلر؟ فالجي ده هيسميه ثابت الجذب العام، يونيفرسال جرافيتي كونست، يونيفرسلي جرافيتي كونست، يونيفرسال جرافيتي كونست، ثابت العام للجاذبية. ومن هنا بقى مش مجرد اخترع لنا وحلل لنا وجاب لنا السنتريبيوتال فورس، ولكن ايضا قال لي حاجة خطيرة، ان ما بين الكتل المختلفة بيبقى فيه قوة تجاذب. واخدين بالنا؟ وهنا بقى لما جه يحسب، انا عندي هنا الماس ديت هتبقى الماس بتاعت الشمس اللي احنا بندور حواليها، وبالتالي حط الماس بتاعت الشمس وظبط الثابت ده وقدر يجيب جي، ومن هنا اتفق مع قانون كيبلر. واخدين بالنا؟ طبعا الناس كتير ما صدقتوش في وقته، يعني ليه؟ اشمعنى؟ وكان التحدي اللي بالنسبه له ان هو
يجيب كتلتين، يجيب كتلتين قدامه ويقول له انت بتقول بيتجاذب، وفين التجاذب ده؟ واخدين بالنا فين التجاذب؟ فما كانش في تجربه على الارض ممكن تحقق قانون. ليه بقى؟ لان الثابت بتاعه ده صغير، ده 10^-6، وبالتالي قال لهم لا، علشان تحسوا بالقوه دي اتكلموا بقى على الكتل الضخمه اللي في الفضاء، كتله الارض وكتله الشمس كتله المريخ. واخدين بالنا؟ فلما عمل الحسابات بتاعته، وده اللي خلاهم يصدقوه، عملها بين الارض والشمس، لقى ان البريودك تايم بتاع الارض حوالين الشمس هو 365 يوم وربع. ما ده اللي احنا عندنا حساباتنا كده. واخدين بالنا؟ احنا الربع يوم ده ما بنعرفش نتصرف فيه، وبالتالي كل 4 سنين نعمله يوم، كل 4 سنين نعمله يوم. واخدين بالنا؟ والفراعنه كانوا عارفين كده، كانوا مقسمين السنه 12 شهر وكل شهر 30 يوم متساويين، وبالتالي لما يبقوا متساويين يدي لك التوتال 360 يوم. ففضل 5 ايام وربع، دول بقى اجازه. واخدين بالنا؟ ينطوا على طول، يعني النهارده السبت، الحد، بكره الجمعه. واخدين بالنا؟ ومشي حالك. واخدين بالنا؟ ومشي حالك. الرومان بقى، الامبراطوريه الرومانيه كانت عكه اكتر، كانت عكه، كل شويه كل واحد يمسك الحكم يعملوا له شهر باسمه، يناير وفبراير ومارس وابريل واغسطس، وكل دول اسامي ناس. واخدين بالنا؟ واحيانا السنه تبقى 10 اشهر، واحد ما عجبهوش الشهر ده يغيره، واحد ياخد شهرين. واخدين بالنا؟ فكانوا ماشيين عك تماما. واخدين بالنا؟ احنا عندنا بقى دلوقتي مشكلة حديثة. ايه المشكلة الحديثة؟ ان على فكرة تعديل التواريخ ده حصل متأخر حوالي 400 سنة، وبالتالي في اختلاف بين التوقيتات الاوروبية والتوقيتات الشرقية، وده بيبان ان احنا عندنا الميلاد، عيد الميلاد 6 يناير، وهم عندهم 1 يناير. رحدي بقى في اختلافات كتيرة في التوقيتات مع الزمن. انما بوجه العموم احنا عندنا مشكله ثانيه، ان لما قسناها بالظبط بالظبط طلعت 365 يوم وربع و15 دقيقه. و15 دقيقه تظهر امتى ال 15 دقيقه بقى؟ تاثيرها كل 100 سنه. واخدين بالنا ازاي؟ وبالتالي بدوا يفكروا طب ايه الحاجه المطلقه مطلقه اللي احنا نقدر ناخدها؟ ما وصلناش لحاجه لغايه دلوقتي، لسه ماشيين بالتقويم الجيجوريانز اللي هو يعتمد يناير وفبراير ومارس وابريل وشهور دي. واخدين بالنا؟ وبالتالي احنا لسه عندنا مشكله، عندنا مشكلتين الحقيقه. المشكله الاولانيه ان مستر جاليليو عمل التلسكوب بتاعه وشاف اللي يقدر يشوفه. واخدين بالنا؟ احنا مشكلتنا اكتر، لان دلوقتي نقدر نشوف كل النجوم، بس كل ما كانت التلسكوبات بتاعتنا قويه بنشوف نجوم اكتر. وبالتالي دلوقتي الناس بتسأل هل في نهاية للكون ده ولا هو متسع بحيث ما نعرفش نهايته فين؟ واخدين بالنا؟ لأن كل ما بتزيد قدرتنا على إن احنا نشوف نجوم أبعد بالتلسكوب هابل والناس اللي بيطلعوا بره الفضاء، ما فيش بقى لا سحب ولا ضباب ولا الكلام ده، كل ما بيطلعوا بره بيشوفوا نجوم أبعد. ده مش كده وبس. كان زمان التلسكوبات دي بتبص على الضوء المرئي من النجوم دي. فلما عملوا تلسكوبات تشوف الاكس رايز شاف النجوم اكتر. واخدين بالنا؟ فاصبح عندنا هنا مشكله ثانيه، ازاي تقدر تحط نظريه على الكون انه بيتمدد او بينكمش او ما بيتغيرش، انك وانت مش عارف هم كام ولا هم فين ولا هم نهايتهم ايه. واخدين بالنا؟ وبالتالي التحدي الاساسي دلوقتي هو انك انت تعرف احنا عايشين في انهي يونيفرس. طبعا في ناس كتير بقى تطلع نظريات ان في يونيفرس بارلل، في كون تاني بارلل. واخدين بالنا؟ وهتيجي بقى نظريات البلاك هولز وما الى ذلك. واخدين بالنا؟ خلينا بقى نشوف نيوتن واللي قدر يثبته ازاي ان في قانون الجذب العام بتاعه، ومنه قدر يثبت قانون كيبلر، وممكن بقى لما طبق الكلام ده على حركه القمر حوالين الارض طالعت فعلا الشهر القمري 27 يوم وتلت. واخدين بالنا؟ فاذا خلاص انت كده اخد وضع. بس اللي عايز اقوله لكم ان نيوتن فضل طول الوقت ما
مهتم بالاوبتكس بالضوء. في جاله واحد صاحبه من امريكا اسمه هابل وبيقول له احنا عندنا مشكله, هو مين اللي بيدور حوالين مين ده, في واحد اسمه كيبلر بيقول كذا 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 واحنا مش عارفين القوانين حاططها دي حاططها ازاي. فنيوتن ده كلام بعد 20 سنه من اكتشافه لهذه القوانين, قالوا لا قوانين كيبلر صح وانا اوريدي حليت المشكله بتاعت كيبلر, واخد بالنا, وجبت كمان الثابت بتاع كيبلر, واخد بالنا. فقال له انت اتاخرت ليه؟ قال له انا فاكر افتكرت المشكله دي مش مهمه, واخد بالنا. فهو قعد 20 سنه ما يعملش بابليكيشن للقوانين بتاعته الا في النهايه. هل هو كان خايف من مصير جاليليو جاليلي؟ الله اعلم, انما هو كان راجل اكيد عبقري, وهو اللي قدم لنا اول حاجه فيما يسمى العلم الحديث اللي احنا نعرفه دلوقتي. وبالتالي عندي هنا اليونيفرسال جرافيتيشنال لو اللي هو قانون كيبلر, قانون نيوتن للجذب العام, بيقول لي ان الفورس بتساوي جي ثابت في ام على ار سكوير. ده هو القانون, دي اسمها الفورس اوف جرافيتي, فورس اوف جرافيتي. ده قانون الجذب العام. وقال لي كمان ان الفورس دي بتساوي الماس في الاكسلريشن, دي بتساوي الماس في الاكسلريشن. طيب خلاص ومش كده وبس, وقال لي بقى قانون كيبلر يقدر يتحط على الصورة تي سكوير يساوي 4 باي سكوير على جي ام في ار كيوب. ده قانون مهم, بس مين اللي جاب الثابت ده بقى؟ مستر نيوتن مش مستر كيبلر. فورس بتساوي ماس في اكسلريشن, وكمان بتساوي قوة التجاذب بين كتلتين. حد بقى يقول لي هو طب ليه كده, ليه الكتل بتتجاذب؟ اقول لك لا ما نقدرش نرد على كده, ده الكون مبني على هذا, واخد بالنا. احنا ممكن نكتشف القوانين, واخد بالنا, بس ما نقدرش نقول ليه, ما فيهاش ليه, يعني ليه بتتجاذب ما بتتدفرش, ما سوري ما نقدرش. طيب ليه الشحنات ممكن تتجاذب وتتنافر؟ برضو سوري. خد بالك بقى القانون ده يشبه قانون مين؟ كولوم. مش قانون كولوم بيقول لك ثابت في كيو 1 كيو 2 على ار سكوير؟ هو ده نفس الكلام, واخدين بالنا. وهتلاقي في المغناطيسيه نفس القانون بس بالقوه البولز بتاعت الماجنت نورث وساوث. وبالتالي لما بندور على قانون موحد يونيفيكيشن لو اوف ذا يونيفرس, احنا بندور على كده, بندور على قانون يلم كل الظواهر ديت في قانون واحد, والناس عندها امل انها توصل. في مراحل كتيرة بدأوا يوصلوا لها بس ما وصلناش للصيغة النهائية. هوبكنز حاول يعمل كده, وفي واحد اسمه عبد السلام ده عالم باكستاني مشي في هذا الاتجاه, ولكن لسه الفورمولا كبيرة. خدوا بالكم اينشتاين كان عنده مبدأ, ومبدأ مهم, هو كان ماثيماتيشنز كان بيحل رياضة كتير, ولكن في طريقته بقى الحل النسبية والعلاقة بين الطاقة والكتلة كان يشتغل 3 سنين معادلات معادلات معادلات, تطلع له النتيجة يلاقيها معقدة 3 أسطر, فيقول لا أنا ماشي غلط. واخد بالنا, ربنا بيحب البساطة, فالقانون بتاع الكل بتاعه هيكون بسيط ويعيد تاني لغاية لما وصل إن إي بتساوي إم سي سكوير. واخد بالنا إزاي؟ قال أهو ده, وفعلا هو ده اللي صح, واخد بالنا. فهنا بقى برضو قوانين كونيه اللي هي حطها لي مستر نيوتن. طيب ماذا لو حصل فري فول اكسلريشن؟ فري فول اكسلريشن, ماذا لو حصلت فري فول اكسلريشن؟ وادي سطح الارض, وادي العجله اللي هينزل بيها بجي. في هذه الحاله هنقول دي الكتله ام, وهنا دي كتله الارض ام اي. بالقوه بقى هنقول اف هتساوي جي ام في ام اي بتاعت الارض,
على R سكوير تساوي M في G. وبالتالي أقدر أقول العجلة اللي هي فوق سطح الأرض هتساوي G في M E على R سكوير، ودي اللي هي acceleration above the earth surface، دي فوق سطح الأرض acceleration above the earth surface G، وتتناسب عكسيا مع ايه؟ مع R سكوير. فكل انت ما طلعت فوق مش مهم وزنك ايه، خد بالك كتلتك انت ضاعت هنا، ام سمول دي وام سمول دي ضاعت، انما هيبقى العجله اللي انت هتنزل بيها تتناسب عكسيا مع الارتفاع. والسؤال دلوقتي لو انت قريب من سطح الارض لدرجه انك انت على سطح الارض، يبقى جي هنسميها جي نوت، يبقى جي نوت is the acceleration at the earth surface G نوت ديت هتساوي G في M بتاعت الأرض برضو بس على نص قطر الأرض سكوير اللي هو RE اللي هو radius of the earth radius of the earth. وبالتالي انا عندي جي على اي ارتفاع ودلوقتي جي على سطح الارض، اذا جي هتساوي جي نوت. خد بالك بقى عايز احط جي بدلالة جي نوت، اقدر اشيل ايه هنا بقى؟ عايز احط جي بدلالة جي نوت. انا اخدت جي ام اي هي هي، واخد بالك؟ يبقى يفضل لك ايه؟ مضروبة في ايه؟ مضروبة في R E على R الكل سكوير. وده قانون مهم جدا هينفعنا فيما بعد. نعم. R من السنتر، كل المقاسات بتاعتنا من السنتر اوف ذا ايرث. R ديت الارتفاع من السنتر اوف ذا ايرث. اللي هي R سمول، انما R E اللي هي ايه؟ ار اي اللي هي نص قطر الارض. ولو محتاجين ان احنا نرسمها علشان ده مهم جدا في التعويضات بتاعتنا، لو انت عندك الارض بهذا الشكل وادي نص قطرها ار اي، لما اجي اتكلم على اي ارتفاع يبقى ديت ار، وهنا دي الكتله ام ودي هنا الكتله ام اي، وهنا العجله جي وهنا العجله هتكون جي نوت. واضح كده؟ دي مش الارتفاع من على سطح الارض، لا ده من السنتر بتاع الارض. واخدين بالنا؟ طيب ماذا عن عجله الجاذبيه تحت سطح الارض؟ عايز احسب دلوقتي عجله الجاذبيه تحت سطح الارض، ليه هنحسبها؟ لانها مهمه جدا في تخصصات خصوصا الناس اللي هتخش تعدين وبترول. هتلاقيهم بيدوروا على البترول بالتغير في العجلة عند مواقع معينة زي ما هنشوف دلوقتي. طيب تعال نشوفها تحت سطح الأرض. وقبل ما ننزل تحت سطح الأرض هنبص تلاقي، طيب نكتب العنوان بتاعنا The acceleration below the earth surface. الاكسلريشن تحت سطح الارض. نيوتن علشان يفهمنا الظاهره دي قال لك لو انت ما عندكش كره مسبطه، لا كره شيل، يعني شيل يعني ايه؟ قشره بهذا الشكل. وعندك شيل بهذا الشكل. قال لك حاجة غريبة، قال لك لو أنت عندك هنا كتلة M محصلة القوة عليها تبقى صفر، ما عليهاش قوة جاذبية خالص. القوة عليها صفر. زي إيه؟
زي فاكرين الشحنة اللي جوه سطح جاوس المقفول، مش كان الالكتريك فيلد جوه صفر وبالتالي القوة اللي عليها تبقى صفر؟ في حالة جاوس، في حالة جاوس كان ممكن نعمل تكامل ونسبة الكلام ده، لان انا عندي كان نظرية جاوس. في الحالة ديت لو انا عايز اشتغل بيها ماثيماتيكالي بطريقة رياضية صح، هروح جايب واخد حتة مكعب في كتلة هنا واجيب القوة اللي بين الاتنين وكامل على كل الكورة من R1 ل R2، وحكامل في الثلاث اتجاهات لان الكورة دي مش دايرة، فلازم اتكامل في X و Y و Z. واخدين بالنا؟ بتطلع لك ان القوة المحصلة لازم تساوي صفر. احنا مش هنعمل التكامل ده، بس هنفهمه بطريقة تانية. لو انت عندك الكتلة M دي وفي كتلة هنا في السيكتور ده، هو السيكتور ده كله هيشدها في الاتجاه ده، مش كده ولا ايه؟ قانون الجاذبية. بس خد بالك في عنصر تاني في الناحية التانية بيشدها في الاتجاه العكسي، مش كده ولا ايه؟ وبعدين في عنصر تالت هنا بيشدها لفوق، ومن هنا في بيشدها لتحت، ومن هنا بيشدها ناحيته، ومن هنا بيشدها ناحيته برضه. يعني القوة الكتلة عليها قوة في جميع الاتجاهات. واخدين بالنا ازاي؟ محصلة القوة دي بتبقى زيرو. واخدين بالنا؟ محصلة القوة دي زيرو. وبالتالي نطلع بكونكلوجن. The gravitational force. Gravitational force on a mass inside a shell is zero. طبعا لازم الشيل ديت كتله فيها تكون متجانسه يونيفور، ولا ممكن حته تقيله وحته خفيفه؟ تفتكروا ايه؟ لازم تبقى يونيفور. واخدين بالنا ازاي؟ طيب من هنا بقى نيوتن خد القاعده ديت، وطبعا هو عمل التكاملات هو حر، انما احنا مش هنعمل التكاملات ديت. وقال لك انا عايز اجيب عجلة الجاذبية جوه الأرض، والأرض ديت كتلة هيعتبرها هوموجينيوس وليها نص قطر ار اي بهذا الشكل، لها نص قطر ار اي وليها كتلة ام اي، وعايز احسب الفورس اللي على جسم هنا ام، عايز احسب القوة على جسم جوه الارض تحت سطح الارض. فقال لك طيب هقسم المسألة جزئين. عند موقع هذا الجسم هعمل الاتي، هيعمل الاتي، يروح واخد كرة نص قطرها ار، وبالتالي هيبقى عنده شيل اللي هي بره والجوه اللي هي الكوره. وقال لك الشيل اللي بره دي مش هتعمل اي قوه محصله على ام، بس الشيل الكوره اللي جوه هي اللي هتعمل جذب عليه. واخدين بالنا ازاي؟ وبالتالي هو جاي قسم الكوره الى جزئين، كوره صغيره على بعد ار اللي هي الجزء الاحمر، والباقي اعتبره شيل بهذا الشكل. وبالتالي بقى هنقدر نقول ان الطريقه اللي هيفكر بيها بالطريقه دي. اول حاجه هيقسم الكوره الى كتلتين، وبالتالي هيقول consider، يعني اعتبر the earth is divided into two parts. واحد الشيل between R and RE، اثنين a solid sphere of radius R. يبقى هيقسم الكرة إلى جزئين، شيل وسفير.
ويروح جاي عامل الاتي، يروح جاي وعامل الاتي. ايه بقى؟ هيجي هيقول الفورس هتساوي فورس نتيجة للشيل بلس الفورس نتيجة للسفير. فورس الكلية هتبقى ناتجة من حاجتين، قوة نتيجة للشيل وقوة نتيجة للسفير. الاف بتاعت الشيل زيرو، الاف بتاعت السفير هي جي ام، الكتلة في ام بتاعت السفير على ار سكوير، هيطبق عليها قانون الجذب العام. يبقى اللي هتجذب الجسم ده هي بس بتاعت السفير. اذا اف هتساوي جي ام في ام سفير على ار سكوير تساوي الماس في الاكسلريشن. الماس تروح مع الماس، وبالتالي العجلة تحت الارض هتساوي جي في ام سفير على ار سكوير. طب كويس، قال لك كتلة السفير ديت عايز انسبها للكتلة الكلية، عايز انسب كتلة السفير ديت الى الكتلة الكلية بتاعت الارض، هل في علاقة بينهم؟ اللي هو الرو. فهيقول since the earth is uniform of density rho is an m بتاعت السفير هتساوي ايه؟ rho في 4 على 3 باي ار كيوب، مش كده؟ الكثافة بتساوي الكتلة على الفوليوم، وده الفوليوم بتاع الكرة الصغيرة. ام بتاعت الارض هي رو برضو بس 4 على 3 باي ار كابيتال كيوب، ار كابيتال اللي هي نص قطر الارض. جميل. طب ام سفير بقى تساوي ايه بالنسبة لام ايرث؟ اذا ام سفير تساوي، ها حد يقول لي، ها ام اير على او في ار كيوب على ار اي كيوب، يعني هتساوي ام بتاعت الارض كلها في ار على ار اي الكل كيوب. كويس، ارجع بقى للجي. جي بتساوي ايه بالنسبه لنا هنا؟ ها جي بتساوي، ها خليها ام سفير كابيتال عشان يبقى نفس السؤال. جي كابيتال بتساوي ايه؟ جي سمول بتساوي جي كابيتال، ها في ام ايه دلوقتي على ار سكوير في ار كيوب على ار اي كيوب. في اختصارات؟ في اختصارات. ار سكوير مع ار كيوب هتضيع ار، وهياخد دلوقتي جي في ام اي على ار اي سكوير، واسيب هنا ار على ار اي. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ جي نوت، العجل على سطح الارض. اذا جي هتساوي جي نوت في ار على ار اي. ده القانون الاخر المطلوب اثباته. اكتب بروف جنبه مطلوب اثباته او تكتب بروف. يبقى خدوا بالكم معنى كده، مستر نيوتن وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا نقدر نقيس العجله تحت الارض ونقيس العجله فوق الارض، وهيلاقي اختلاف كبير. طول ما انت تحت الارض العجله بتقل وانت بتقرب من السنتر ولا تزيد؟ ها حد يقول لي، انت دلوقتي في نفق بيعدي تحت الارض، العجله هنا مسافه ارضي مقاسه من السنتر، فانت كل ما بتقرب من السنتر ايه اللي هيحصل؟ العجله هتقل. توصل زيرو امتى؟ عند السنتر، مش كده؟ والعلاقه هنا ستريت لاين، بينما بره لو طلعت فوق سطح الارض كل ما بتطلع
العجله بتقل بس مش ستريت لاين، واخدين بالنا؟ امتى الاثنين يتساووا؟ عند سطح الارض. وبالتالي من المهم جدا ان احنا نرسم الجراف ده. ده ار، مسافه ار، وده عجله الجاذبيه. تحت سطح الارض العجلة هتفضل ثابتة لغاية R بتساوي R، متزايدة لغاية لما R بتساوي R E. والقانون هنا بيقول لك G تساوي G نوت في R على R E، ستريت لاين، واضح إن هي تبقى ستريت لاين. لغاية لما توصل سطح الأرض العجلة هتبقى G نوت. لما R بتساوي R E يبقى G بتساوي G نوت. خلصت سطح الارض ونازل دلوقتي هتلاقي العجله بقى بتتغير كل ما زودت المسافه، والجي في هذه الحاله بتساوي جي نوت. ها حد يفكرني؟ ار اي على ار الكل سكوير، ار اي على ار الكل سكوير. يبقى انا هنا كده عندي ايه؟ عندي شكل واضح جدا لتغير عجله الجاذبيه. واخدين بالنا؟ فوق الارض شكلها ايه وتحت، وتلاحظ ان المعادلتين يوصلوا على سطح الارض يدولك معادله واحده. واخدين بالك؟ لاحظ انك انت وانت بره وبتقرب يبقى ار لما تساوي ار اي ده بقى واحد، والجي بتساوي جي نوت. وهنا لما بقى بتطلع فوق من السنتر وطالع للسطح العجله هنا لما تقار تحطها بار اي تدي لك برضه جي نوت. واخدين بالنا؟ وبالتالي اعطانا معلومات كافيه انها تفتح قسم تعدين وبترول. ليه بقى حد يقول لي المعلومات ديت مهمه؟ لان عايزك بقى تتخيل الاتي، ان انا فرضت ان الارض ادي الارض اهي هوموجينيوس على عيني، يعني من حيث المبدا لو انت مشيت بجهاز هنا بيقيس العجلة الجاذبية، وقياس عجلة الجاذبية دي سهل جدا. ليه؟ جهاز زي الترمومتر عجلة الجاذبية هتأثر عليه، احسب الفورس تقدر تحسب العجلة. فطول ما انت ماشي هنا هتلاقي العجلة بتساوي ايه؟ طول ما انت ماشي على سطح الأرض هتلاقي العجلة بتساوي ايه؟ جي نوت اللي احنا قلنا عليها، مش كده ولا ايه؟ بس ده كلام نظري، لان لو في منطقه هنا كلها غاز طبيعي وجيت وقفت عليها بالجهاز بتاعك تلاقي العجله اقل من قيمه جي والجينوت ولا لا؟ اقل، مش كده ولا ايه؟ لان في منطقه فراغ هنا، هذه المنطقه هتقول لك العجله هتقل مش بشدك بنفس القوه. طيب هتقل بمقدار قد ايه؟ افرض ده كان ميه او غاز طبيعي او بترول او حديد، مش كل ماده اقدر اعايرها بقى بتغير لي بالعجله قد ايه؟ انت محتاج ان الجهاز بتاعك ده يكون حساس جدا، يعني تغير واحد على الالف من عجله الجاذبيه يقدر يقيسها. وانا حاجه دلوقتي في الصحارى اللي عندي امشي بيه واشوف الجهاز بقى، عاده بياخدوه على عربيه جيب ويحطوا الجهاز بتاعهم، والجهاز بس مش بيروح ده بيرسم لهم منحنيات تغيرات جي. واخدين بالنا؟ فانت طول ما انت ماشي لا العجله هي ثابته اهي، معنى اللي تحت ما فيش حاجه اكتر من تراب. واخدين بالنا؟ تيجي بقى منطقه تلاقي العجله نزلت فجاه، فجاه يعني قد ايه؟ هتنزل مثلا سي 1%. واخدين بالنا؟ اعرف ان المنطقه دي تحتها هعمل الجداول بتاعتي، واعرف بقى المنطقه دي تحتها احتمالات غاز ولا بترول ولا ميه ولا ازدير ولا حديد ولا صلب ولا يورانيوم. واخدين بالنا؟ ممكن احسبها بسهوله جدا. فلما بييجوا ياخدوا منطقه امتياز البحث عن البترول، كل اللي محتاجين له هذا جهاز اللي اسمه السيزموجراف. السيزموجراف، وطبعا الناس بتوع التعدين عارفين ازاي يشتغل. طبعا الصوره اللي انا مبسطها، انما الجهاز اقعد من كده بشويه، انما بيعيش على عجله الجاذبيه. بييجوا ياخدوا امتياز بحث عن البترول في مثلا 1000 كيلومتر مربع، ما يقدرش يروح عامل على طول خرم كل شويه يخرم في الارض ويشوف فيه بترول ولا لا، لازم يكون عنده احتمالات اقوى.
واخدي بالنا احتمالات اقوى. فبتكون شغله المهندسين دلوقتي ان هو يمسكوا المنطقه دي يقسموها مربعات ويبداوا يبحثوا في كل مربع موجود. عمليه شقه صحيح، ولكن المنطقه اللي لاقوا فيها تغير قوي لعجله الجاذبيه في هذه الحاله المنطقه ديت غالبا فيها مثلا بترول او غاز او وتاب. واخدي بالنا ايه التقدم اللي حصل بكده؟ مفيش داعي للناس تنزل وتلف بالعربيات، لا ده انا هعمل ساتلايت، وانا هعمل ساتلايت بيلف في المنطقه ديت. وبرده في سيزموجراف اكثر حساسيه، اكثر حساسيه واخدي بالنا، وبالتالي هيلف طبعا يقدر يقيس عجله الجاذبيه من هنا، مش كده ولا ايه؟ هيحط في الاعتبار ان هو برضو على ارتفاع وان في هنا قوه جذب من الارض. طول ما القمر الصناعي ده بيلف طول ما هيبعت معلومات. ميزته ايه بقى؟ انك مش مضطر تاخد تصريح. اي بلد في العالم عندها قدره انها تطلع ساتلايت يطلع ويمسح لها اي بلد اخرى. ويجي بقى هنا لو امريكا بتعمل كده طبعا مش هتقول لك ان هنا في بترول الا اذا كنت راضي عنك وهتقبل الشروط بتاعتك. واخدين بالنا؟ في هذه الحاله هيبعتوا لك معلومات هنا في غاز طبيعي، هنا في بترول، بس محدش هيدور عليه ويشتغل فيها الا الشركات بتاعتنا. واخدين بالنا؟ وبالتالي كمان انت ما تقدرش تمنع قمر صناعي انه يلف حواليك. ما تقدرش. ما فيش قوانين تقدر تشوت بيها الأقمار اللي مش عاجباك. واضح الكلام ده؟ فأصبح الإحساس بعجلة الجاذبية زي ما انتم شايفين مهم جدا في إن أنا أحدد المواقع بتاعت كل الخامات اللي موجودة. طبعا أنا أخد مثال شوية كمان، بس خدوا بالكم في التحليلات بتاعتنا أهملنا حاجة. إيه الحاجة اللي أهملناها؟ أهملنا إيه؟ بالنسبه للسبلاي لما بيطلع على طول غلاف ما بيكونش في جاذبيه. فين الجاذبيه؟ يعني هو لا في جاذبيه، الجاذبيه لن تنعدم الا في ما لا نهايه. في جاذبيه ضعيفه، والاقمار الصناعيه اللي بتدور على الحاجات دي بتبقى قريبه قوي من الارض وبتلف حوالين الارض 10 مرات في اليوم، وبتلف بطريقه هيليكال، يعني ياخد منطقه 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 ويخلص ويرجع تاني منطقه منطقه ويخلص. واخدين بالنا؟ فلو انت خدت في الاعتبار مثلا ان الجوجل عنده حوالي 70 قمر، القمر دي بتدور ازاي؟ خطوط العرض بتمسحها والتانيين بخطوط الطول يمسحوها. واخد بالك؟ وبالتالي يقدر يغطي كل حاجه. نعم. نعم؟ مالها؟ احنا هملنا تدريس الارض، بس هو ارتفاع اي قمر اي جبل كام؟ اي جبل؟ 3000 متر ارتفاعات الهيمالايا والحاجات دي. طب لما تيجي تقرب نص خط الارض يبقى حاجه تافهه نتوه. واخدين بالنا؟ بس خد بالك الناس اللي بتشتغل بجديه بقى في الاسترونوتس والحاجات دي بيحطوا ده في الاعتبار، بيحطوا ده كله في الاعتبار. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقول عليها إن إحنا أهملنا وجود القمر. هل القمر ده ملوش فايدة؟ ليه فايدة؟ ليه بقى؟ هتبص تلاقي القمر جامدك، صحيح هو حجمه أصغر. حجمه أصغر. بس هيأثر عليك. لو واحد قاعد هنا على السطح ده إيه اللي هيحصل؟ مش الأرض بس اللي هتجذبه بجينوت. مش كده؟ ولكن القمر كمان هيجذبه بجيمون. مش كده؟ فهتكون المحصلة ايه؟ المحصلة انك انت جي هنا اقل من الجي العادية. واخد بالنا؟ اما لو انت كنت في النقطة دي من الارض، فالارض بتجذبك بجينوت، والقمر كمان بيجذبك بجيمون. مش كده ولا ايه؟ تحس ان وزنك اتقل. واخدين بالنا؟ تحس ان وزنك اتقل. خد بالك دي معتمد عليها ظاهره المد والجذر في البحر. واخدين بالنا ازاي؟ المد والجذر. هنا القوه خفيفه فالبحر بيخش المسافات جوه اليابس. هنا القوه جامده فبتشده تاني وترجعه لاصله. واخدين بالنا؟
وهي كمان مسؤولة عن ظاهرة كلمة القمر اسمه باللاتيني لون، واخد بالك؟ فلما يقولوا ده لوناتيك، لوناتيك يعني مجنون. قال لك الناس في ساعة لما القمر يبقى صادع فول مون في ناس بتحس بسعادة زيادة، ممكن يحس ان هو هابي اكتر من اللازم، واخد بالك؟ ممكن يحس ان هو مجنون بينجلي، واخد؟ فيقولوا عليه لوناتيك، واخد بالك؟ ما كانوش عارفين السبب، انما دلوقتي في شغل جامد على انه لما يبقى القوه الجاذبيه عليك اقل وانت على سطح الارض، ده بيعمل نوع من الايمبالانس في البيولوجي بتاعه الجسم. واخد بالك؟ القمر ده مهم جدا. مش هشوف ده غير لا، تعالى شوف بقى معايا. لو انت بتتكلم على نقطه هنا، الجاذبيه بتجذبك جينوت، القمر بيجذبك جيمون، مش كده ولا ايه؟ فهيبقى عندك كمان محصلتين، واحدة لو جيمون دي هحللها كده وكده، ففي واحدة ضد جاذبية الأرض، مش كده؟ وفي واحدة تانية عجلة مماسة. العجلة المماسة دي فايدتها ايه؟ من هذه من غير وجود هذه المركبة كانت الأرض عمرها ما هتبقى قابلة للسكنة. ليه بقى؟ هي مسؤولة عن حركة الرياح. وتعالى تخيل معايا الميكانيزمات بتاعتها ايه؟ بخار يطلع من الانحطاط يعمل لك شعر. والله لو السقف دي ما اتحركتش هتشي على، هتمطر، بلاش تشي، هتمطر على المحيط. وتتبخر وتتمطر. وكان المحيط هو اللي هيبقى فيه ميه. انما الجاذبيه المماسه ديت اللي ناتجه من القمر هتعمل رياح، هتعمل قوه مماسه للارض، فبالتالي السحب ديت هتمشي في اتجاه منطقه ثانيه. ودي بقى ازاي؟ لو ما كانتش القوه دي موجوده يبقى ما كانش هيبقى عندنا اي حياه، وتبقى الكل بقى مثل قشره ارضيه صلبه وصحراء. واخدين بالك؟ فالقمر ده ما نقدرش نستغنى عنه. القمر ده هو جزء من المنظومه بتاعه الحياه اللي على الارض. واخدين بالك؟ وطبعا ده ما كانش ممكن تكتشفه اطلاقا الا لما جاء مستر نيوتن وكلمنا على عجله الجاذبيه ومكانها. واضح الكلام ده؟ الايه؟ عندهم بس ما عندهمش محيطات، مفيش محيطات في الميه. انت عايز حاجتين، يكون عندك ميه ومش ميه متجمده ولا ايس، انت عايز كمان الميه تكون في الحاله السائله بتاعتها، وعندك بعد كده ما يوازي سحب السحب في النقطه الاخرى. دي بقى في حاجه اخيره بالنسبه لموضوع مستر نيوتن والارض. في ناس قالت لك خلاص احنا قدرنا نكسب عادة الجاذبية تحت الأرض وفوق الأرض وما عنديش مشكلة. طيب ماذا دلوقتي لو في، انت عارفين في مشكلة في حكاية الوقود والطيران؟ احنا كل حاجة ممكن نقلبها كهرباء، عربية كهرباء، طيارة كهرباء، المترو كهرباء، إنما الطيران مش ممكن يتعمل كهرباء. واخدين بالنا ليه؟ أولا ما تقدرش تعمل سلك طوله 30,000 قدم توصل كهرباء للطيارة، ثانيا ما تقدرش تحط بطاريات ضخمة علشان تشغل الطيارة، الطيارة بيبقى وزنها بتاع 1,000 طن بالركاب بتوعها، فبالتالي صعب جدا انك تشغلها بالكهرباء وتديها سرعة 900 كيلو متر، احنا العربيات الكهرباء يا دوبك بنوصل ل 100 وبالعافية. واخدين بالنا؟ ففي ناس فكرت الآتي، أنا هستخدم مستر نيوتن، آدي الكرة الأرضية، ودلوقتي أنت قلت لي العجلة جوه بتقل لغاية لما توصل للسنة، مش كده ولا إيه؟ وبالتالي تعالوا معايا نفكر في مشروع، ومشروع ده فعلا كان أخذ حيز من الاهتمام. لو أنت عملت طريق من نقطة لنقطة تانية، ودي بقى نفس، وبالتالي لو رميت كتلة هنا مش هتوصل هناك، هتوصل الكتلة هنا من غير وقود، من غير حاجة، بقوة جاذبية. واخدين بالك؟ وبالتالي مطار القاهرة مش هيبقى بقى رانويز،
هيبقى حفر. ده هيودي نيويورك، في حفرة تانية هتطلع على طوكيو، في حفرة تانية هتطلع على أمستردام، وهكذا. كل اللي انت عايزه ايه؟ ان الكابينه صغيره والراكب يقعد فيها مع الشنط بتاعته وتروح سايبه ينسحب للناحيه الثانيه. واخد بالك ازاي؟ ينسحب من غير وقود، خد بالك، وبسرعه كبيره كل حاجه. فكره جهنميه جميله، بس قالك طب من الناحيه الثانيه اعمل ايه؟ قالك ولا حاجه، اول ما يوصل الناحيه الثانيه واحد يشده بره. واخد بالك ازاي؟ فكرة عبقرية، فلاقي فيها مشكلة صغيرة. ايه المشكلة؟ المشكلة انك انت لو رديت هذه كتلة هذا الراكب في هذه الحالة، العجلة هتقلع، هيعدي السيدة ده، هيعدي بالانرشيا، بس هو وانس وصل لهنا هيلاقي العجلة اتعكست وبتسحبه على السنتر، وبالتالي هيبقى نازل طالع نازل طالع يورو. يبقى عندك واحد شخص يويو، واخد بالك ازاي؟ محتاج ايه؟ محتاج واحد يلحقه هنا، اول ما يبان له حاجه يروح شده بسرعه، وهنا هيمتد تاني للي جاي منه. واخد بالك؟ فطبعا الفكره اتراكتف مثيره، ولكن التنفيذ غير قابل للتنفيذ لاسباب علميه. ففي واحد تاني قال خلاص انتوا مش عايزين تاخدوا حاجه، طيب انا هعملها دلوقتي بالون، والبالون ده هو هيبقى فيه البوكس بتاعه، ويطلع البالون بعدد معين من الاشخاص، يطلع 3000 قدم او 30000 قدم او وات ايفر. وبعدين الارض بتدور، مش الارض بتدور، لما تيجي طوكيو هنا تنزل الناس بتوع طوكيو. ارض بتدور، انا حسيناها فوق، تلاقي واحد واقف يقول طوكيو اللي هو نمر واحد طوكيو كده. وقود خدته، وقود ما خدتش وقود ولا حاجه، بس في عيب برضه في الطريقه دي. عندي قانون بتاع كيبلر، تي سكوير يساوي 4 باي سكوير على جي ام ار كيوب. عندي قانون القوة، جي ام في ام على ار سكوير، اللي هي قوة التجاذب بين كتلتين. وعندي قانون ان القوة تساوي ماس في الاكسلريشن. وعندي جي نوت اللي هي الاكسلريشن at the surface of earth، ودي بتساوي جي في ام earth على R Earth Square. وعندي G بتساوي G نوت في R E Square على R Square above Earth، ولكن G نفسها بتساوي G نوت في R على R E below. دي ملخص للقوانين اللي احنا استعرضناهم واحنا بنتكلم على ظاهرة الجرافيتي او ظاهرة الجاذبية. طبعا احنا ممكن ندرس الظواهر ديت يا اما تحت تأثير القوة
أو تحت تأثير الطاقة، واخدين بالنا؟ الطاقة أو القوة. فالكلام ده كله كان على القوة وعلى علاقتها بالعجلة. ماذا عن الطاقة؟ هنا هنقدر نتكلم على البوتنشال انرجي، وده اللي هيكمل معلوماتنا عن الظاهرة، ظاهرة الاتراكشن أو الجرافيتي. وبالتالي هنتكلم على الميكانيكال، ميكانيكال بوتنشال انرجي. ايه هي بقى الميكانيكال بوتنشال انرجي؟ هو الشغل اللي انا هعمله ضد الجاذبيه، الشغل اللي انا هعمله ضد الجاذبيه عشان اوصل من نقطه لنقطه. ده التعريف البسيط. يبقى نعرفها it is the mechanical work, mechanical work against gravity to move from one point to the next to another. يبقى التعريف بتاع البوتنشال انرجي بتاعه الجاذبيه ان هو الشغل اللي انا هبذله علشان اتحرك من نقطه لنقطه اخرى. طيب ادي الكتله الكبيره اهي ام كابيتال، وانا دلوقتي على بعد ار واحد وبتشدني بالفورس بتاعه الجرافيتي. انا عايز اتحرك بالاتجاه لموضع تاني، يعني لو ده A وده B، عايز اروح ل B وهي على بعد R 2. الفيكتور لو الفورس بهذا الشكل فالفيكتور اللي انا همشي دي R عكسه، وبالتالي اقدر اقول ان البوتنشال انرجي دي بوتنشال انرجي تساوي الفورس في الديستنس كفيكتورز. بس الفورس والديستنس عكس بعض، الزاويه بينهم كام؟ 180. فلازم يبقى هنا بتساوي ماينس جي ام على ار سكوير في دي ار، ماينس جي ام على ار سكوير دي ار. فبتبقى البوتنشال انرجي من الموضع واحد لاثنين from 1 to 2 تساوي ماينس جي ام تكامل دي ار على ار سكوير من ار 1 لار 2. اذا البوتنشال انرجي بتاعتنا from 1 to 2 تساوي جي ام. حد يقول لي الانتجريشن بتاع واحد على ار سكوير؟ ماينس واحد على ار مضروبه في واحد على ار من ار 1 لغايه لما اروح لار 2. خد بالك بقى هنا الماينس راحت مع الماينس، يعني هتساوي جي ام افتح قوس واحد على ار 2 ناقص 1 على R 1. يبقى البوتنشال انرجي من 1 ل 2 هتساوي هذا الكلام. طيب هنا بقى هناخد الستاندرد بتاعنا عند الما لا نهايه. وبالتالي consider يعني هنعتبر that R 2 ديت هتقول إلى infinity. يبقى البوتنشال انرجي تساوي ايه؟ ماينس جي ام على ار 1، صح الكلام؟ مش كده؟ احط ار 2 هنا في القانون بتاعي بتساوي انفينيتي. واحد على انفينيتي هيبقى زيرو، مش كده ولا ايه؟ واحد على انفينيتي هيبقى زيرو، وبالتالي يبقى البوتنشال انرجي بهذا الكلام. وبالتالي الصورة العامة general equation
ان البوتنشال انرجي بتساوي ماينس جي في ام في ام على ار على المسافة ار. سؤال دلوقتي، يعني ايه انرجي سلبة؟ يعني ايه البوتنشال انرجي سلبة نيجاتيف؟ اولا البوتنشال انرجي دي سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر، دي انرجي. يعني ايه انرجي سلبة؟ يعني احنا مقيدين بالجرافيتي، احنا ما عندناش طاقة اضافية. ده انت لو عايز تطلع بره الارض والجاذبية بتاعتها لازم تديني طاقة، مش كده ولا ايه؟ يعني الارض حبسانة على السطح بتاعها، واخدين بالنا؟ عايز تطلع شوية لازم تبذل شغل، واخدين بالنا ازاي؟ لازم تبذل شغل ضد مين؟ ضد الجاذبية. واضح الكلام ده؟ وبالتالي هنا الإشارة السالبة دي معناها ان احنا كلنا محبوسين في هذا المجال الأرضي. واضح؟ لو كان عندنا طاقة بوتنشال انرجي زيرو، لا ده احنا بعيد بقى، مش هنمسك في الأرض ولا هتمسك فينا، واخدين بالنا؟ هي مقيدانا عليه. وعشان نتخلص من هذه القوة وهذا البوتنشال انرجي لازم يبقى عندي طاقة إضافية. واحد هيقول لي طب احنا في الميكانيكا كنتوا بتاخدوا البوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ ام جي اتش، فاكرين؟ ام جي اتش، هل لها علاقة بده؟ الإجابة اه، لا لها علاقة، بس دي العلاقة الأساسية. الجماعة بتوع الميكانيكا بقى قال لك هعتبر البوتنشال انرجي على سطح الأرض دي هي الريفرنس بتاعي، من حقي آخدها زيرو. واخدين بالنا؟ اعلى منها هي ام جي اتش. واخدين بالنا؟ خدوا بالكم احنا هنا واخدينها بالصوره الرياضيه الصحيحه المطلقه. ولكن الجماعه بتوع الميكانيكا قالوا طالما ان كلنا في الهم شاركه يبقى الام اللي التقط الوضع على سطح الارض دي اللي اعتبرها صفر. واي حاجه بعد كده هي اقدر احسب التقط الوضع بتاعتي. تعالوا نجرب الكلام ده ونشوف هل هقدر اوصل من دي لام جي اتش ولا لا. ازاي؟ تعالوا بقى نشوف، نطبق الكلام ده على واحد قريب من سطح الارض وواحد طلع. يعني هنتصور دلوقتي ده شخص هنا، واخدين بالنا؟ طاقة الوضع بتاعته ايه؟ ها هنقول البوتنشال انرجي يو 1 تساوي جي ام ام على ار اي. ايه هي ار اي؟ نص قطر الارض، واخدين بالنا؟ طيب واحد تاني هنا على ارتفاع اتش، طاقة الوضع بتاعته يو 2 تساوي ايه؟ ها بالماينس، خلي بالك ماينس جي برضو ام ام على ايه؟ ار اي زائد اتش. واخدين بالنا؟ ار اي زائد اتش. طيب تعالى ناخد الفرق بين الطاقتين دول، فرق بين الطاقتين دول، يبقى هنقول دلتا البوتنشال انرجي هتساوي ماينس جي ام ام على ار اي زائد اتش ماينس برضو ماينس جي ام ام على ار اي بس، اللي هي ديت يو 2 وديت يو 1. اذا دلتا البوتنشال انرجي هتساوي، هاخد ايه كومن هنا؟ هاخد جي وام وام وار اي بره، يبقى يفضل لي جوه ايه؟ واحد، ده هيديني واحد ماينس، حد يقول لي؟ واحد على ار اي زائد اتش. صح كده؟ دي ماينس اهي، ده الترب ده، واخدين بالنا؟ ده الترب ده وده الترب اللي هو ده هيبقى بالماينس، ده هيبقى بالبلس لان في ماينس ماينس. الايه؟
طيب اصل انا هاخدها في الخطوه الجايه ار اي 4 ده هتديني الديفرنس في البوتنشال انرجي هتساوي جي ام ام على ار اي وتفتح قوس 1 ماينس 1 على 1 زائد اتش على ار اي كده نستريح مش كده؟ طيب هل ممكن افك ده بالبولونوميالز بالذات الحدين وطلعه فوق؟ لو اتش اصغر من ار اي خدوا بالكم انا عندي مبدا مهم 1 على 1 زائد اكس يساوي 1 ماينس اكس زائد حدود اكس سكوير على مضروب 2 زائد اكس اس 3 على مضروب 3 and so on الفكتوريال ده الفك بتاعه لو كانت اكس دي صغيره جدا يبقى تساوي 1 ماينس اكس فقط واهمل بقيه الحدود واخدين بالنا ازاي واهمل بقيه الحدود ديت بالماينس طيب انا هطبق الكلام ده هنا اتش ديت صغيره جدا بالنسبه لنص قطر الارض وبالتالي اف اتش صغيره جدا بالنص قطر الارض اذا الدلتا في البوتنشال انرجي هتساوي جي ام ام على ار اي في 1 ماينس 1 زائد اتش على ار اي يعني هتساوي جي ام ام على ار اي والقوس ده هيفضل منه ايه القوس ده هيفضل منه ايه ماينس ديت كانت بلس تحت تطلع فوق بالماينس وبالتالي هتبقى هنا ماينس ماينس بلس يبقى اتش على ار اي يبقى انا جبت الفرق في البوتنشال انرجي يبقى فرق البوتنشال انرجي هيساوي جي ام ام على ار اي سكوير بام في اتش حد يقول لي جي ام بام على ار اي سكوير ام واحده بس ها ده بتساوي ايه كل عربه جي ام على ار اي بكام ما فاكرين بكام جي نوت وبالتالي دي هتساوي ام في جي نوت في اتش ام جي اتش اللي احنا تعودنا عليها واخدين بالنا ففي الميكانيكا عشان يريحوا دماغهم قال لك هنعتبر السيرفس بتاع الارض ده هو الزيرو يعني انا بجيب الديفرنس الحقيقي الفرق ومن حقهم بقى يحطوا التقريب ده لان بيتكلموا على ارتفاعات ضئيله جدا بالنسبه لنص قطر الارض واخدين بالنا كل شغل الميكانيكا قريب حتى لو كانت على بعد 1000 كيلو من سطح الارض ما تنساش ان نص قطر الارض 10 اس 6 مليون واخدين بالنا ازاي وبالتالي التقريب اللي بيحطوه الناس بتوع الميكانيكا والديناميكا ما هوش غلط انما تقريبي انما تقريبي نسبه التقريب فيه مسموح بيها بس بيسهل لنا طب فين القانون الاساسي بقى الفيزيكس الاساسي هو القانون اللي انا مسحته من شويه اللي كان بيديني البوتنشال انرجي انا هنا بس الحته دي عشان اثبت لكم ان الكلام بتاع الميكانيكا ما هوش غلط ولكنه تقريبي وبالتالي يبقى البوتنشال انرجي بتاع الارض عباره عن ماينس جي ام في ام على ار ده القانون المهم ده القانون الاساسي ما تقدرش تقول بقى عندي هنا تقول لي ده بيساوي ام جي اتش لا هقول لك سوري الام جي اتش ده قانون بيدي الديفرنس مش القيمه المطلقه الديفرنس مش القيمه المطلقه يبقى انا دلوقتي عارف الارض حبساني بقد ايه واخدين بالنا عارف الارض بتحبساني قد ايه جاء بقى مستر نيوتن برضه بعبقريته حط لي فكره الساتلايت وهو ما كانش حد وقتها لسه العربيات ما اتحركتش على الارض انما حط لي فكره الساتلايت ايه بقى فكره الساتلايت زي ما هو حطها قال لك انت لو طلعت فوق جبل خد بالك من فكرته لو طلعت فوق جبل بهذا الشكل وادي الارض تحتيك بهذا الشكل
ورميت حجرة، هيحصل ايه وانت بترمي الحجر ده؟ هيحصل ان الجاذبية هتجيب للأرض، مش كده ولا ايه؟ طيب روح ترميها بقوة اكتر، هتتبعد اكتر. رميتها بقوة اكتر هتتبعد اكتر، انما في سرعة ابتدائية معينة لو رميتها بيها هتبدأ تلف حوالين الارض، لانها هتيجي تنزل في النقطة دي الارض لفة معاها، مش كده ولا ايه؟ فقال لنا انكم ممكن تعملوا اقمار صناعية بشرط انك السرعة اللي تبقى ماشية بيها الكتلة بتاعتك محددة جدا. محددة بايه؟ محددة ان لازم البلوست دي في ديت اللي هيلف بيها تحقق كيبلر. كيبلر بيقول لك ايه؟ ان تلف ان الارتفاع ده هو تحقق العلاقة دي، ان تي سكوير تساوي 4 باي سكوير على جي ام في ار كيوب. واخدين بالنا؟ خدوا بالكم الافكار بتاعته افكار قويه وسابق عصر، وما كانش حد يفكر ان هو حتى يطلع صاروخ. انما قال لو انت طلعت فوق جبل ورميت بروجكتايل جسم، الجسم ده بسرعه ابتدائيه معينه هيلف ويقع، تزود اكتر يمشي اكتر ويقع، تزود اكتر عند سرعة معينة هيدور. طب لو لفيته بسرعة اكبر، لو ابعدته بسرعة اكتر هيسيب الارض ويمشي. واخدين بالنا؟ هيسيب الارض ويمشي. وده فصل لنا احد النظريات اللي فصلت ليه القمر جه ولف حوالين الارض. اثناء التشكيل كانت كتل بتجري، حصل الانفجار العظيم. الانفجار العظيم ده اللي هو اللي بيسميها البيج بانج، حصلت في مع ميلاد الزمن. احنا بنقول الزمن بدأ في اللحظة دي. ايه بقى؟ كل الكون اللي انت شايفه ده كان كله مركز في نقطة اقرب الى رأس دبوس، فضاء بقى فاضي كله ودرجة الحرارة فيه زيرو مطلق. واخدين بالنا؟ وحصل الانفجار نتيجة ان النقطة دي كان فيها طاقة عالية جدا 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 لا يمكن تخيلها، وراحت في اللحظة دي بالذات لسبب ما نعرفوش ولا نعرف قبل كده هي جت منين ولا راحت منين. في اللحظة دي انفجر، طلعت الشظاير لهذه الانفجار تجري في الكون بسرعات كبيرة هائلة. الكون بارد، واخدين بالنا؟ فالشظاير حجمها مختلف وهي بتجري بتبرد، في بعضهم لغاية دلوقتي لسه سخن ملتهب اللي احنا بنسميه النجوم، الشمس منهم. في بعض تاني قشرة صغيرة بس بردت، بس جوه لسه ملتهب زي الأرض. واخدين بالنا؟ الأرض بس القشرة الكروية، إنما لو نزلت تحت درجة الحرارة على الأقل 1000 درجة. واخدين بالنا؟ وبالتالي الفكرة كلها إن النجوم اتكونت من كتل فضلت لسه لغاية دلوقتي ولم تبرد، بتحتفظ بدرجة حرارتها اللي هي حوالي 9000 درجة مئوية، درجة حرارة الشمس. وفي كتل لان حجمها صغير بردت. قد ايه بردت؟ بردت بمقدار الحجم بتاعها. وفي كتل بردت تماما، بقت لان حجمها صغير، اللي احنا هنسميها بعد كده النيازك والشهب، فما زالت وصل درجه الحراره انها كلها بردت. طيب كل الكتل دي بتجري وما زالت بتجري، والكون بتاعنا ما زال في حاله تمدد. واخدين بالنا؟ يعني احنا والمجموعه الشمسيه كلها بتجري في مجره اعظم منها اللي هي الميلكي واي. الميلكي واي بتجري، واخدين بالنا؟ لغايه امتى ما نعرفش، واخدين بالنا؟ بس بنقول ان ده سببه الانفجار اللي حصل مع بدايه الزمن. تقديرنا ايه؟ تقديرنا ان الزمن ده حوالي 4.7 تريليون يير، ده اللي حصل فيه الانفجار. طب عرفوا ازاي؟ بيشوفوا معدل حركة النجوم والكواكب وبيرسموا النقط بالطريقة دي. السنة كذا النجم الفلاني كان هنا، بعد كده بقى هنا، بعد كده بقى هنا. ارسم بقى خط مستقيم وشوفوا امتى هيبقى زيرو، يطلع لك النقطة اللي بدأ فيها الزمن. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا دلوقتي عندنا فكرة واضحة قوي ازاي الكون اتعمل. مش اكيدة، ما نقدرش نقول ان ديت
بيور ساينس، لان اي تجربه عشان تبقى حقيقه ونظريه لازم تكون قابله للتكرار. واخدي بالنا ازاي؟ التجربه دي لغير قابله للتكرار، واخدي بالنا. انما anyway عندنا التوقعات بتاعتنا. طيب بقول كده ليه؟ لان حصل حركه الارض بتجري وتنشط، لقطتها الشمس. ليه لقطتها الشمس؟ ليه كانت على مسافة حرجة بالنسبة للشمس. ايه المسافة الحرجة؟ انك انت زي الطوبة كده. تخيل بقى دي الشمس بتاعتك، وادي الارض جاية هنا، كتل بتجري والشمس بتجري والارض بتجري. ايه اللي هيحصل؟ لو كانت عندها كريتيكال فيلوسيتي، سرعة محددة، يبقى هتاخدها وتلففها حواليها وتعمل لها كاتشي، تبقى لقطتها. واخدين بالنا ازاي؟ في ناس تانية جاية على ارتفاعات أخرى وبسرعة أكبر فبتكمل، وفي كتل تانية مش هتكمل وهتقع في الشمس وهتسيح. إنما إحنا كأرض كنا داخلين على الشمس بهذه السرعة الحرجة جدا، هذه السرعة خلت الشمس تاخدنا وتلففنا حواليها forever. واخدين بالنا؟ نفس الكلام ينطبق على الأمر. طب إحنا ماشيين برضو الشمس سحبتنا شوية وجاية كتلة تانية تقرب مننا، لو قربت بمسافة محددة حتى هناخدها ونلففها زي ما عملنا في القمر. واخدين بالنا ازاي؟ وده يصدق على بقية المجموعة الشمسية ويصدق على بقية اليونيفيرس، كل الكون. واضح الكلام ده؟ فإذا احنا حتى من قوانين نيوتن بدأنا نعرف ان من الممكن ان احنا نطير ستلايت حوالينا. وده ما اتحققش الا في 1950، يعني بعد 200 سنه من وفاه نيوتن نفسه. وبالتالي بدانا نفكر امتى، وده التفكير الاولاني، ازاي نقدر نفلت من الجاذبيه الارضيه. وده كان اول حاجه في التفكير بقى بتاع الناسا والناس اللي هيشتغلوا في العلوم دي. وبدانا نفكر في حاجه هنسميها اسكيب فيلوسيتي. اسكيب فيلوسيتي ايه هي؟ الاسكيب فيلوسيتي the velocity at which a particle can leave the earth and reaches infinity at zero velocity. يبقى هيبقى في تعريف علمي عندنا اسمه سرعة الانفلات، ازاي افلت من الجاذبية الارضية. وبيقول لي هو السرعة اللي هيطلع بيها الجسم ده ويسيب الارض، ان هو هيطلع بسرعة نسميها V-scape، هيطلع بفي اسكيب ويوصل لغاية ار تساوي انفينيتي، ولما يوصل هناك سرعته تبقى زيرو. باخدوا بالكم، هنعرف الاسكيب فيلوسيتي هي الفيلوسيتي اللي يقدر يسيب بيها الارض او اي كوكب ويصل الى ما لا نهاية بسرعة زيرو. من هنا توتال انرجي، التوتال انرجي اون ايرث هتساوي الكينيتيك بلس البوتنشال، هتساوي هاف ام في سكيب سكوير ماينس جي ام ام على ار بتاعه الارض. مش هي دي السكيب فيلوسيتي البوتنشال انرجي على الارض؟ شرط بقى انه يوصل at infinity. at infinity هتساوي ايه بقى؟ التوتال انرجي بتاعته تساوي ايه؟ انرجي هتساوي برضو half m بس zero square، لانه هيوصل هناك بسرعة zero، minus g m في m على المسافة بتاعته infinity.
واخدين بالنا؟ يعني ده في النهاية هيساوي زيرو. يعني ده في النهاية هيساوي زيرو. طيب تعالى بقى نساوي الاثنين بناء على قانون بقاء الطاقة. According to the conservation law of energy. Is a nos mv square minus g m m على r بتاعت الارض لازم يساوي صفر. الطاقة الكلية على الارض تساوي الطاقة الكلية في اللا نهاية. هنا تلاحظ ان الام تروح مع الام وتبقى v square هتساوي g m على re في 2، ويبقى سرعة الاسكيب velocity اللي انا بدور عليها تساوي جذر 2 جي ام على ار اي. وهحاول اظبطها شوية، فهحط هنا 2 جي ام في ار اي على ار اي سكوير. تفتكر انا عملت كده ليه؟ عشان اشيل جي ام على ار اي سكوير واحط بدلها حاجة انا عارف متعود عليها اللي هي هتساوي جذر 2 جي نوت في ار اي. يبقى دي السرعة اللي نقدر نقول انك لو اطلقت بيها المركبة بتاعتك يبقى في هذه الحالة هتوصل للانفينيتي بسرعة زيرو. واخد بالك؟ طبعا لما تيجي تحسبها نص قطر الارض في حدود 10^6، لما تاخد جذرها قول 10^ كام؟ او اضربها في ارض في عجلة الجاذبية اللي هي 9.8 اللي هي قول 10، فاصبح عندك 10^7. واخدين بالنا؟ لما تيجي تاخد جذرها هيطلع لك 1000 وحاجة متر في كل ثانية. يعني لازم تطلق الصاروخ بتاعك بسرعة تصل إلى 1000 كيلو في الثانية. واخدين بالنا؟ يعني المسافة من مصر الإسكندرية 200 كيلو تبقى في 200 ثانية، يعني أقل من 5 دقايق ولا إيه ولا مش كده ولا إيه؟ طبعا علشان تعمل صاروخ ينطلق بهذه السرعه استحاله، ما عندناش الوقود الكافي اللي يديله الدفعه دي. ثانيا ما حدش هيقدر يرضى يركب فيه. ليه؟ لانك هتبعته للمالا نهايه ومش هتجيبه، ده السرعه هناك زيرو. واخدين بالنا ازاي؟ الى جانب ان احنا ما نعرفش فين المالا نهايه دي. واخدين بالنا؟ طب وليه عملوا التعريف ده؟ قال لك ده الابر ليميت بتاعنا. ابر ليميت، عايز اوديه للمريخ ده جنبي. واخدين بالنا؟ اقدر احسب السرعه عليه. واخدين بالنا؟ بس كلمه اسكيب فيلوستي اتخصصت لهذا التعريف. ان هو السرعه اللي ينطلق بيها الجسم ويوصل للمالا نهايه بسرعه زيرو، والمالا نهايه الار بتاعتها انفينيتي. واخدين بالنا؟ خد بالك تلاحظ حاجة، إن هذه السرعة لا تعتمد على كتلة الجسم. يعني الصاروخ بتاعك تقيل ولا خفيف ما تفرقش معاه، الأخ اللي ماسك الموبايل ده ياخده ويطلع بيه بره بسرعة. بسرعة. وبالتالي يبقى أنا عندي هنا ديفينيشن جديد للتوتال انرجي بتاعت جسم بيتحرك. وكونه بقى ما يعتمدش على كتلة الجسم، يعتمد على كتلة الأرض ومنها بيعتمد على عجلة الجاذبية على الأرض. إنما أيا كان الجسم تقيل أو خفيف، وانس أعطيت له السرعة دي يبقى أنت في الحالة دي هتوصله للإسكيب فيلوسيتي. واضح الكلام ده؟ ده ينقلنا للستلايت. خلاص عرفنا الفكرة. الفكرة ان احنا نطلع قمر صناعي او اي جسم وخليه يدور حوالين الارض. والله لو كنت هتخليه يتحرك بسرعة اكتر هيسيبك ويمشي. واخدين بالنا؟ بسرعة اقل هيقع عليك.
انما في سرعه محدده لكل مدار هتعايز تدور عليه الارض. وده هينقلنا للموضوع المهم قوي وهو الساتلايت او الاقمار الصناعيه. ساتلايت، خد بالك اول ظهور لها كان في حوالي سنه 54، وكانوا اول ناس عملوها الروس، وعملوا قمر صناعي ما بيعملش حاجه انه بيبعت صفار ولف حوالين الارض، وكان ممكن الهواة اللي هم اللي عندهم اجهزه تصنت ممكن يسمعوا الصفاره دي، والناس اللي عندها تلسكوبات كانت بتشوفه في السماء. وطبعا ده كان حدث مرعب، مرعب بمعنى صدمة لكل الناس، وطبعا اكتر ناس اتصدموا الامريكان، لان ما كانوش عارفين ان روسيا عندها التكنولوجي اللي هو الاتحاد السوفيتي وقتها انه يطلع حاجة تلف حوالين الارض. واخدين بالنا؟ بعد كده الروس حبوا يعملوا ساتلايت تاني وحطوا فيه كلبة، بنا اللي هي الكلبة المشهورة اللي عاملين لها تمثال في كل حتة في روسيا اسمها لايكا. واخدين بالنا؟ طبعا ماتت فوق ما رجعوهاش، وطبعا بدل ما كان سفارة كان هي بتهوهو فوق، فكان أول ساتلايت يهوهو. واخدين بالنا ازاي؟ بعد كده بقت حكاية الساتلايت دي أحد الأبحاث المهمة فيها. احنا عندنا نوعين من الساتلايت، ساتلايت للإرسال التلفزيوني وساتلايت للأغراض الأخرى. أغراض الأخرى منها بحث عن المعادن، التجسس، الويذر، الوقت، الطقس، البحث عن اللي بيسموها الفايلنت الأعاصير. واخدين بالنا؟ الأعاصير وهي طالعة من المحيط لازم يتتبعها من فوق ويشوفها ماشية ازاي. فالساتلايت هنا هيلف حوالين الأرض 30 مرة 40 مرة في الثانية علشان ايه؟ يلحقها نقطة بنقطة ويبلغ ويعملوا احتياطاتهم قبل ما توصل للشاطئ. واخدين بالنا؟ وبالتالي الساتلايت دلوقتي احدث ساتلايت اللي هو عامله جوجل، عامل مجموعة ضخمة من الساتلايت بتلف في خطوط الطول وخطوط العرض بتاعت الكرة الأرضية، بحيث انها تعمل مربعات بالتالي تقدر تعمل اتصال بيها في أي حتة في الأرض أو في المحيط أو في أي حتة في مربع مستنيك. واخدين بالنا؟ وطبعا دي هي الترند اللي جاي فيما يسمى الجيل الخامس. الجيل الخامس في الموبايل هيعتمد على هذا النوع من الساتلايتس. واخدين بالنا؟ فاحنا عندنا سينكرونايز ساتلايت. سينكرونايز بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عايز الساتلايت يغطي منطقه معينه من الارض يبعت لها الارسال التلفزيوني او المعلومات ايا كان، فانا عايز اطلعه. اهم شرط فيه ايه؟ انه يلف بنفس سرعه دوران الارض ما يسبقهاش، عشان كده بيسموه سينكرونايز. سينكرونايز يعني متزامن مع الارض. وبالتالي ده اول نوع نقدر نتكلم عنه اللي هو سينكرونايز ساتلايت. واحد سينكرونايز ساتلايت، ده لازم يلف حوالين الارض مره كل 24 ساعه. واخدين بالنا؟ بدات الناس تفكر هو فين اليوم بتاع الارض 24 ساعه؟ مفيش الا حوالين مدار السرطان، يعني لو الارض كده في مدار واحد اللي هو ده الدوران بتاعه هو 1 داي. انما لو رحت حوالين نقطه فوق في القطب هنا او في القطب هنا مفيش نهار وليل. مفيش نهار وليل، واخدين بالنا؟ فما عنديش الا مدار واحد يحقق كلمه 24 ساعه. فالستلايت بتاعي لازم يدور حوالين المدار ده. واخدين بالنا؟ هيدور حوالين المدار ده، والشرط بتاعه ان هو يكون ايه؟ يكون ياخد اللفه دي في قد ايه؟ في 24 ساعه بالظبط. وبالتالي الستلايت اللي انا هحطه هنا لازم يكون في مدار واحد. البريودك تايم بتاعه يبقى ايه؟ 24 ساعة، يبقى اضربها ب 3600 يديني سكند. طيب لو تي بتساوي كده
يبقى لازم R بتساوي إيه؟ لا مش واحد على T. ها ترجع لمين يقول لك لازم المدار يكون إيه؟ كيبلر. مش كده ولا إيه؟ فكيبلر هيقول لي إن المدار بتاعه لازم يكون جذر كيوبيك لمين؟ جي إم على 4 باي سكوير في تي سكوير. مش ده قانون كيبلر؟ يبقى هل في اكتر من مدار حقق لي الشرط ده؟ لا، هو مدار واحد. واخدين بالنا؟ اللي هو البريودك تايم بالظبط 24 ساعة. طيب دلوقتي انا عرفت المدار وديت الايرث، دي الارض عندي. دلوقتي عايز الناس تشوف قنوات كتيرة لانه هيغطي مناطق كتيرة، وهو طول الوقت ماشي مع دوران الارض فمواجه منطقة ثابتة. واخدين بالنا؟ فقال لك نقسم بقى على الناس، نقسم على دول العالم. كل دولة من الدول بتاخد 15 درجة من المركز. واخدين بالنا؟ يعني مصر هتلاقيها واخدة من هنا لغاية هنا 15 درجة، حوالي 15 درجة. 15 درجة. واخدين بالنا؟ يبقى ليها قطاع في هذا المدار الوهمي، خدوا بالكم احنا بنبيع هوا دلوقتي. المدار الوهمي ده الصواريخ لازم كلها تطلع بالانجل ديت. واخدين بالنا؟ والاقمار الصناعيه كلها هتبقى في النطاق ده فقط، في النطاق ده فقط. بتاعت مصر. بلد ثانيه هتبقى جنبها، بلد بعدها هتبقى بعدها، كل واحده واخده قطاع. عشان كده انت لما بتيجي تثبت الاريا للدش بيقول لك القمر المصري على 7 درجات. يعني بتوجهه على القطاع بتاعها. لو حدث كده دخل في منطقة تانية ممكن ما يكونش فيها أقمار. واخدين بالنا؟ فأنت لازم أهم حاجة تركزوا على السيكتور ده بتاع مصر. واخدين بالنا؟ طيب في بلاد مش عايزة. بلد مش عايزة، ناميبيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، وات ايفر. قال لك أنا مش عايز أحط في بس ده حقي. يعمل إيه؟ يأجر. يأجر الحتة بتاعته. واخدين بالنا؟ يأجرها. سي ان ان عايزه تغطي افريقيا. واخدين بالنا؟ فيبقى لها قمر في القطاع اللي هو مواجه لافريقيا. واخدين بالنا؟ في ناس بقى اشطر، القطاع واسع عليهم. فهندخل القمر بتاعي واستضيف قمرين ثلاثه هم يدفعوا الاجره يساعدوا في دفع الاجره. مصر بتعمل كده. عشان كده الناس اللي ما بتوجه على مصر بيطلع لها قمرين كمان. واخدين بالنا؟ في قمرين موجودين في نفس المدار مش بتوعنا. واخدين بالنا؟ بس مستأجرين عندنا. واخدين بالنا؟ فبتطلع دلوقتي بقى بيزنس كبير. مش مجرد ان البلد تطلق صاروخ شايل قمرك وتوديهولك في المدار، انما انت في المدار بتاعك لا، انت عندك حريه تعمل فيه اللي انت عايز بحكم الاتفاقيات الدوليه اللي قالك الارض دي بتاعتنا كلنا والسبيس اللي حواليها ده تبع كل الناس. فمن الظلم ان احنا ندي حد اكتر من حد. طبعا في قطاعات بتتاخد المخابرات والحاجات دي، الحاجات اللي هي توب سيكريت، بياخدوا يحطوا اقمارهم في قطاعات معينه في نفس المدار. واخدين بالنا؟ بتيجي هنا بقى مشكله ان القمر ده بيشتغل بايه؟ بالطاقه الشمسيه. طيب بالطاقه الشمسيه مباشره ما ينفعش، لان هيعدي في حته فيها ضلمه بالليل، ضلمت الدنيا عليه. مفيش طاقة شمسية. طب لازم أعمل إيه؟ لازم أخلي الطاقة الشمسية الصبح تشحن بطاريات. وأنا آخد الطاقة بتاعتي منين؟ من البطاريات. واخدين بالنا؟ ودي خلايا الشمسية كلها شغالة كده. تشحن في بطارية وتاخد منها ليل نهار. عندي مشكلة، البطاريات اللي عندنا عمرها الافتراضي في أحسن أحوالها من 5 لـ7 سنين. واخدين بالنا؟ بطارية العربية يقول لك ضمان سنة. إنما البطاريات اللي هي أحدث ماكسيم 5-7 سنين. طب خلصوا الـ7 سنين أو الـ5 سنين. الطاقة الشمسية ما زالت بتدي لك كهرباء بس البطارية ما بتشحنش. إيه الحل؟ عندي حلين. الحل الأولاني أطلع برائد فضاء للمدار بتاعك ومعاه بطارية جديدة. ويمسك القمر يفك البطارية القديمة يحط لك البطارية الجديدة ويزقه يكمل شغله وهو ينزل.
طبعا ده حل مكلف جدا لسببين، انك تطلع رائد فضاء وصواريخ ويدور على القمر بتاعك ويروح بقى شغلان. ايه الاحسن؟ نتخلص من القمر كله وتطلع قمر جديد. خدي بالك عشان كده هتلاقي نايلسات واحد ونايلسات اتنين ونايلسات تلاتة اللي خلصت خدمته في اخر 10 دقايق من الطاقة بتاعته، في صاروخ على طول يتحرك بيه يروح مطلعه بره من المدار وطالع في مدار تاني بعيد قوي، ومخصصينه ده بيسموها خرابة الساتلايت. خرابة الساتلايت اللي هي تروح تنقي منها قمر مستعملة زي ما انت عايز، واخد بالك؟ وكل واحد قاعد يغني ومحدش بيسمعه وخلاص بره طلع النطاق الكل، واخد بالك؟ في هذه الحالة بتطلع واحد جديد لسببين. السبب الاولاني ان خلاص البطاريات مش عايزها. السبب الثاني والاهم ان بعد 5 سنين التكنولوجيا بتتقدم جدا، واخد بالنا؟ وبالتالي هتطلع واحد اصغر حجما وامكانيات اكتر، واخد بالنا؟ يعني لما طلعت الجيل الاولاني ما كانش في حاجه اسمها اتش دي هاي ديفينيشن. دلوقتي في اقمار دلوقتي 3 دايمنشن، وفي اقمار جديده بقى اللي هي لسه هتنزل يمكن 10 سنين من دلوقتي اسمها الهولوجراف. هولوجراف يعني ايه؟ يعني القمر بتاعك هيبعت لك 3 ريز، 3 اشعه، والاشعه انت هتستقبلهم وجوه البيت المنظر هيختلف. التلفزيون مش هيبقى على الحيطه، التلفزيون هيبقى في النص والناس قاعده حواليه، واخدين بالنا ازاي؟ والريسيفر بيبعتوا لك الثلاث اشعه من السقف، فهينزلوا على نقطه في النص تبص قدامك تلاقي الاشخاص بلحمهم بشحمهم، واخدين بالنا ازاي؟ بس هم كلهم اشباح. صحيح انك تقدر تمشي كده تلاقيه ظهره، واخدين بالنا ازاي؟ وكده تلاقي وشه، وصحيح كلكم بتفكروا في رقاصه انما ده مش حقيقي، كلها اشباح. لا مش بالقمر الصناعيه ومش الهولوجرام. الهولوجرام معروف من السبعينات، وكانوا في المسارح لما يجوا يطلعوا شبح بسرح كان بيعملوا البروجكشن ده، والممثل اللي يروح عامل كده بالخيال، مفيش، هو مش موجود. تبعدوش كتير بافكاركم، واخدين بالنا؟ وبالتالي ده الاقمار الجديده، ده الجيل الجديد من الاقمار اللي هيحصل، واخدين بالنا؟ الابحاث العلميه بتاعته صح وموجوده وخلاص وانتهى. طب ليه بيأخروه؟ عشان يبيع، يعني بينزل جيل يبيعه ينزل لك الجيل اللي بعده، يخلصه كله يجي لك اللي بعده. هو لازم يكون متقدم في ابحاثه على الاقل 3 اجيال قدام. يعني الموبايل هينزل الجيل الخامس خلاص في اوروبا، واخد بالنا؟ سنه 2020 كل اوروبا وامريكا هتبقى الجيل الخامس، واخد بالنا؟ بس الجيل الثامن جاهز، مش هينزلوه دلوقتي. ليه؟ لما ترمي الموبايلات اللي عندك وتجيب موبايلات جديده، واخد بالنا؟ ونكسب قوي من العمليه دي، خلصناها نبدا ننزل الجيل، واخد بالك؟ فعلا الاقمار الصناعيه نفس الحكايه بتتطور، وبالتالي هاخد القمر ده هو وارميه بعيد وانا ادخل لك واحد جديد، واخد بالك؟ ده اللي هنسميها سينكرونايزد ساتلايت. ايه اهم شرط فيها؟ ان البريودك تايم يبقى تي هنا لازم يساوي 24 في 3600 سكند، واخدين بالنا؟ ولو عند التايم ده لازم يكون له ارتفاع ثابت، لازم يكون له ارتفاع ثابت، واخدين بالنا؟ القمر الصناعي دلوقتي هيدور بهذا الشكل حوالين الارض، ديت الارض. السؤال هنا بقى الانرجي بتاعته ايه؟ التوتال انرجي. التوتال انرجي، يلا تعالوا نناقش التوتال انرجي. هو دلوقتي ماشي بسرعه في، هنسميها في اوربيتال، السرعه المداريه بتاعته، السرعه المداريه بتاعته. عايز احسب التوتال انرجي بتاعت هذا الامر، هلاقيها كالاتي. علشان يلف بالسرعه الاوربيتال ديت الكاينيتيك انرجي
بتساوي half m v square. بس half m خدوا بالكم m ديت بتاعت كتلة القمر نفسه، v ديت هحطها اوميجا سكوير r سكوير، هتساوي half m 4 باي سكوير على t سكوير في r سكوير. ايه اللي حصل هنا؟ شلت اوميجا وحطيت بدلها 2 باي على تي، مش كده ولا ايه؟ ولاحظ بقى كاينتك انرجي دلوقتي مربوطه بمين؟ بار، واخدين بالنا؟ ودلوقتي هقول بتساوي هاف ام 4 باي سكوير، هشيل تي سكوير واحط بدلها ايه؟ 4 باي سكوير على جي ام في ايه كمان؟ في ار تو ذا باور 3. ده مين جات العلاقه دي؟ كيبلر. شلت كيبلر وحطيت قيمة تي سكوير بهذا الشكل، تلاقي دي راحت معاك، وهنا في ار سكوير هتروح مع الار كيوب، يبقى البوتنشال انرجي هاف ها جي ام ام على ار، هاف جي ام ام على ار. بس جي ام ام على ار هي ايه؟ هي البوتنشال انرجي، مش كده ولا ايه؟ بس باشاره سلبه، وبالتالي ديت هتساوي ماينس البوتنشال انرجي على 2، لان البوتنشال انرجي هكتبها لوحدها بتساوي ماينس جي ام ام على ار. يبقى خدوا بالكم بالنسبة للستلايت هي العلاقات دي الأساسية. طيب والتوتال انرجي بقى، التوتال انرجي بتاعتنا، توتال انرجي اللي هي بتساوي الكاينيتك بلس البوتنشال. طيب الكاينيتك بتساوي ايه بالنسبة للبوتنشال؟ ها؟ ماينس البوتنشال انرجي على 2 زائد البوتنشال انرجي، يعني هتساوي ماينس بلس نص البوتنشال انرجي. بس البوتنشال انرجي ما ننساش انها بتساوي ام جي ام ام على ار بالنيجاتيف. شلت البوتنشال انرجي وحطيت بدلها القيمه بتاعتها. طيب خدوا بالكم هيحصل ان القمر نتيجة للاحتجاج او لسبب من الاسباب يفقد التوتال انرجي بتاعته وينزل المدار اقل. شغلان بقى محطة الاقمار الصناعية اللي موجودة في المعادي، الناس المهندسين قاعدين يعملوا ايه؟ لو القمر نزل عن مداره ما اصبحش سينكرونس، ما اصبحش متزامن مع الارض، مش كده ولا ايه؟ علشان يبقى متزامن لازم عند نفس التي اللي هي 24 ساعة، وتي مرتبطة بآر، فلو نزل شوية تي مش هتساوي ال 24 ساعة، واخدين بالنا ازاي؟ وبالتالي لازم يقعدوا ويعملوا ايه في القمر؟ في بقى صواريخ صغيرة تروح مرجعاه للمدار بتاعه، واخدين بالنا؟ ترجعه للمدار بتاعه طول الوقت بيبصوا على القمر ويشوفوه، لو حصل أي خلل في حدود حوالي 100 متر، طبعا 100 متر ده كلام فارغ فوق، فيروح على طول مشغلين صواريخ توجيه تطلعه فوق تاني، واخدين بالنا؟ لو حصل احتكاك، لو حصل أي حاجة ونزل، دلوقتي المشكلة الموجودة في الأقمار الصناعية هي كمية التلوث اللي موجود فوق. عشرات الاف القطع الصغيره، مسامير وحاجات من مركبه الفضاء اللي موجوده هناك، والحاجات دي كلها موجوده حوالين بتلف معاه، وتبقى احيانا بيخبط فيهم، ولو خبط فيهم هيغير مساره شويه. شغلتي بقى في المتابعه ان انا ارجعه للمسار بتاعه تاني، واخدين بالنا؟ طيب تعالوا بقى نشوف الانرجي اللي انا هعملها قد ايه. لو انا عندي هنا اي 1 كان القمر فيها ونزل بقى لإي 2، ونزل بقى لإي 2، يا ترى
دلتا اي اللي انا عايز اديها هتكون قد ايه عشان ارجعه مساره. طيب اي 1 بتساوي ايه؟ اي 1 انا لسه جايبها ماينس جي ام ام على 2 ار 1. ديت مين؟ ديت ار 1، مسافه من مركز الارض. والانرجي اي 2 بتساوي ماينس جي ام ام على 2 ار 2. ودي بقى ازاي؟ وبالتالي لو حبيت اجيب الديفرنس بين الاثنين يبقى الديفرنس يبقى دلتا اي ديت اقدر اكتبها ازاي؟ دلتا اي اللي هي هنقول اي 2 ماينس اي 1 يبقى هتساوي ماينس جي ام ام، ده هاخدها كومن فاكتور، وعلى 2 كمان يبقى هديني 1 على ار 2، خلي ديت نحطها بالماينس بلس 1 على ار 1. يبقى فرق بين المدارين، لان دي حكايه مسائل بقى، الساتلايت بتاعك بيتحرك كده لسبب او لاخر راح جاي ونازل، والسؤال بيبقى اديله طاقه قد ايه علشان ارجعه تاني. ودي بالنا. وطبعا دي انا هنا بعمل برضو يعني تحذير مهم، اللي انا بقوله ده فيري سمبليفايد، انا ببسط الامور. الناس المتخصصه بقى هيلاقوا في شغل كمبيوتر، هيلاقي في بقى تاثير القمر، هيلاقي في تاثيرات النجوم اللي حواليه، هيلاقي في تاثيرات كتيره، بس هو ده المين، ده الاساس. واخدين بالنا؟ تعديلات هتحصل تعديلات كتيره على الايكويشنز دي. واضح الكلام ده؟ وبالتالي انا هنا كجزء من الاثبات كبروف يقول لك اثبت ان الطاقه البوتنشال انرجي مرتبطه بالكاينتيك انرجي في الساتلايت. واخدين بالنا؟ وهنا نقدر نحسب السرعه الاوربيتال، الاوربيتال فيلوسيتي اللي هيمشي بيها في اوربيتال تساوي ايه تفتكروا؟ لو حبيت اسمع اجيب البي اوربيتال تساوي ام ولا ما تساويش ام؟ تساوي اوميجا ار، مش كده ولا ايه؟ مش الفي تساوي اوميجا في ار؟ اوميجا اللي هي ايه؟ في اوربيتال، هكتبها بالتفصيل، في اوربيتال تساوي اوميجا في ار، يعني هتساوي 2 باي على تي في ار. واخدين بالنا؟ 2 باي على تي في ار. طب هل تي متصله بار كمان؟ هل في علاقه بين تي وار؟ كبلر، مش كده ولا ايه؟ مش تي سكوير تساوي 4 باي سكوير على جي ام في ار تو ذا باور 3؟ ادي الفي اوربيتال لو حبيت اجيبها. واضح الكلام ده؟ طيب السؤال بقى اللي يجي هنا، انا عايز اطلع الصاروخ بتاعي علشان يصل الى مدار معين، يا ترى اديله انرجي فيلوسيتي ابتدائيه قد ايه؟ يعني ادي هنا في نوت، عايز اديله سرعه في نوت، وادي سطح الارض، وعايزه يطلع ويبدا يلف بفي اوربيتال هنا، ويلف بقى ويعمل لي المدار بتاعي. هل اقدر احسبها؟ ها؟ توتال انرجي بتاعته هو على الارض لازم تساوي التوتال انرجي عنده فوق. كده ولا ايه؟ يبقى التوتال انرجي بتاعت الاطلاق اي ايرث هو على سطح الارض هتساوي نص ام في او سكوير ماينس جي ام ام على نص قطر الارض ار اي، مش كده؟ مظبوط. طيب وهي اي اوربيتال، اي اوربيتال تساوي ايه؟ ما احنا لسه حاسبينها اهي، ها؟ تساوي ماينس نص جي ام ام على ار. يبقى انت عندك اوربت معين عايز تطلع له، ار معين، يبقى الاثنين دول لازم يساووا بعض. انا نسيت اجمع عليها، لا ده الانرجي كلها جمعتها من القانون ده بعد ما جمعت الكاينيتيك والبوتنشال ورست على القانون ده.
ده فيها الكينيتيك والبوتنشال. وبالتالي اقدر اقول اي ايرث لازم تساوي اي اوربيتال، وبالتالي هاف ام في نوت سكوير ماينس جي ام ام على ار اي هتساوي ماينس جي ام ام على ار، وهنا في 2. الام هتلاحظ انها مش مهم، وتبقى في نوت سكوير هتساوي جي ام في 2 على ار اي ماينس جي ام على 2 ار في 2، يبقى ده هيروح ويبقى 1. ادي السرعه اللي لازم تطلق بيها الصاروخ بتاعك علشان يوصل لاوربت معين. وهتبقى السؤال ليه الكاينتيك التوتال انرجي فوق قد التوتال انرجي تحت؟ لانك وانس اطلقته مفيش مصدر للطاقه تاني، مش كده ولا ايه؟ يعني زي ما بترمي حجره، اول ما بتطلع من ايدك الحجره الانرجي التوتال بتاعتها بتبقى ثابته، بتطلع لاقصى ارتفاع كاينتيك انرجي كلها راحت وبقت كلها بوتنشال انرجي، وبعدين ترجع تنزل تاني كاينتيك انرجي تزيد والبوتنشال انرجي تقل، بس مجموعهم الاثنين في اي مستوى كميه ثابته. واخدين بالنا؟ مجموعهم هما الاثنين كميه ثابته. فانا اطلقته بالانرجي ديت بتاعت الارض وهيوصل للاوربيتال بالانرجي اللي انا عايزها ديت، وبالتالي هتلاحظ السرعه تعتمد على ايه كده؟ بص لي كده. ها؟ على وزن الصاروخ؟ ما على ايه؟ على ار اللي انت عايز توصل له. واخدين بالنا؟ على ار اللي انت عايز توصل له. واخدين بالنا؟ في بقى نوع تاني من الاقمار اللي هو اسيركلس. في نوع تاني من الاقمار اللي هو غير متزامن. اسينكرونس. ساتلايت. It has or it have لو بنتكلم عن they have any orbit of any radius. يعني دول بقى هيطلقوا على أي ارتفاع ما يهمنيش. أنا عايز قمر تجسس يلف حوالين الأرض 10 مرات في اليوم، يبقى البريودك تايم بتاعه ايه؟ ها؟ 10 يوم. طب يبقى الارتفاع بتاعه مختلف، لانك لما تيجي تطبق كيبلر عليه، انا مسحت كيبلر، تي بقت قليله، فلازم الار تبقى قليله هي كمان، مش كده؟ ونقدر بقى نحسب هيبقى على انه ارتفاع. واخدين بالنا؟ انا عايز اتتبع عصير طالع من المحيط، فلازم القمر الصناعي يلف ويدور حواليهم، يلف له مثلا 100 مره في اليوم الواحد، ممكن. يبقى التي بتاعته عباره عن 24 ساعه على ميجا. واخدين بالنا؟ وبعدين الار بتاعته هحسبها من كيبلر، وبالتالي اقدر اعرف الهايت اللي هو لازمها. عرفت الهايت يبقى اقدر اعرف ايه من الهايت هنا؟ انا عرفت ار دي، يبقى اقدر اعرف سرعه الاطلاق اللي هطلعه بيها. واخدين بالنا؟ سرعه الاطلاق اللي هطلعه بيها. طبعا خدوا بالكم برضو ده كلام في تبسيط، بس هو ده البيزك، ده الاساس. ليه بقى؟ لان الصواريخ اللي بتطلع مش مجرد انا برميها واسيبها تطلع للهايت ده، بيبقى فيها كنترول سيستم، بيبقى فيها كمبيوتر بتبعت لي باستمرار موقعه فين، وانا عندي القدره ان انا اتحكم اغير له مساره وظبطه على الاوربت اللي هو مطلوب. واضح الكلام ده؟ واضح؟ طيب الامتحان بتاع الترم هيكون لغايه اخر كده، لغايه اخر حاجه النهارده قلناها. احنا لسه قدامنا الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي هيكون مراجعه مسائل الجرافيتي والمسائل اللي قبل كده. نجهز نفسينا ان احنا نخلص الجزء ده ونحطه ورا ظهرنا. فرصه مهمه انك تخلص كل الجزء
في قبل امتحان الميدتيرم.